سيدي أبو نجيب. عرفتيني أبو نجيب بشحمه ولحمه. لحمه ودمه. دمه ولاش تركته في دم لاش شفتوا له دمه كله. شو جابك سيدي؟ شو انتقلت من حارة البسطة؟ نقلوني لهم لأنه صار عندي اختصاص فيكم. وين المعزاية؟ وينها؟ سيدي أنا معزاية. المعزاية اللي سرق صهرك شفيق من جنب الحاوية وينها؟ شو رأيك بدي عم يعترف ولا ما يعترف؟ ليش عم تحكي بصيغة الجمع؟ أنا شو دخلني؟ شلون شو دخلك؟ مو أنت اللي خطر على بالك الرز بحليب؟ لا أنا ما خطر على بالي الرز بحليب. قلت لكم شو رأيكم نعمل رز بحليب بعيد الأم؟ أمك اللي كانت تاكل رز. مو أمي. هلا المهم بدنا نعترف. يعني بدنا نعترف لأنه أبو نجيب ما بيطلع من هون ليفتش البيت شبر شبر. شو خشمين أنتوا عنه؟ حتى إذا ما لقاها بده يعملنا إيكو مشان يشوفنا إذا أكلناه. مستعد يعمل طبقية محورية مرناني ليتأكد إذا بس فكرنا فيها. هلا أعتمدوا مين اللي بده يعترف؟ مين اللي بده يعترف يعني؟ في غيره اللي سرق المعزاية شفيق دبوك. أناني. ليش أناني يا أخي؟ ضروري إذا بدك تروح على الحبس رح تروح مع عرابة. إيه مزبوط. مو معقولة مشان المعزاية تندكوا أنتوا اثنين بس تجن. لازم يضل الرجال بالبيت. طيب من عند حجرة بقرة. يلا عد. حجرة بقرة قال لي ربي عد للعشرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 على أمك. جاهزيني يا ريت وشحاطة. مدام بوران. لك نعم سيدي. بوران. نعم يا روح. انت امتى بدك بطلي تحلف كذب؟ عم اقول لك شفته بعيني وهو جاررة ولابس الشحاطة وبالعلامة. سيدي معزاية بتلبس شحاطة؟ إذا مو مصدق ليكو البيت فتشوا غرفة غرفة ليكو أمامك. إيه بدي فتشوا بس إذا ما لقيتها بدي جيب 10 كلاب شمام ينبشوها نبش. الشمام انا اخذتها ولا شفين شفت الواوي اللي بلع منجا. سيدي ما شفت سمعت. راح يصير مع حضرتها مثل ما صار مع حضرته. سيدي ما في داعي كثير تكبروا الموضوع. يعني اخذناها مشان نحلبها ونرجعها. كنا رايدين نساوي رز بحليب بعيد الام. والتيوس ال20 اللي سرقتوهم عملتوا فيهم مشاوي بعيد الاب؟ أنا تيوس سيدي انت الثاني؟ يحرم علينا اذا شفنا تيوس بهالبيت. ابدا نيفار. حاجتك بوران حاجتك بقى. انا صار لي جمع عامل كمين بقلب حاويه الزباله مشان اكبش المجرم والحرامي بالجرم المشهوم. وهي كبشتك يا حرامي ومعك الجرم المشهوم قدامي. لا قدامي. شو؟ أواعي شحاطة وصابونة. يا سلام. شو رأيك تجيبي له ساتلايت كمان؟ أنا فاتح البنانيك 5 نجوم. ما هلا إذا أخذ صابونة وصار 5 نجوم سيدي. إيه لفة أبو نجيب لفة. منعرف إنه اللي جوا عندهم تلفزيونات وساتلايزات عندهم. إيه بس هدين مو حرامية تيوس. امشي امشي قدامي أنت واللي معك. يلا نشوف. مع السلامة شفيق. مين؟ ماما؟ ميمي؟ بوران؟ ايه. ليش رح يحبسوه؟ ولا ساعة. صحيح أبو نجيب رح يحط برقبته تيوس البلد كلها من أول حرامي لهلا. بس ما يهمك نحن ورا. بديع ولا؟ شو بوران؟ فوت ولا؟ حقيني ولا؟ ضربة تخلع الرقبة شيتك. بتقول ماما مو بوران. بتروح بتوكل أكبر محامي بالبلد وبترجع. على راسي. ولا بتاعة. شفت اللي خلصته لحديثي؟ بتروح بتوكل محامي وبترجع. على طرف راسي. ولا بتاعة. تكيل على القلب شيتك. شفتني خلصته لحديثي أنا. بتروح بتوكله محامي لشفيق. على عيني. ولا بتاعة. شفيق. لك شفتني خلصته للحديث شيتك. خلصي. لحنا أصلاً لو معنا مصاري نوكل محامي ما كان شفيق راح سرق المعزاية وأجوا مسكوه دكوه بالحبس مشان نساوي لك رز بحليب. بس
صحيح نسينا انه راحت علينا ايام العز. شو يعني؟ بدكم تتخلوا عن شفيق مع انه كان بده يساوي لكم رز بحليب؟ الله يسامحكم. لك فرضا ها فرضا ما طلع براءة وانحكى اعدام بده يتحمل، شو بنعمل؟ بنضحك. بعدين حبابي بوران انا مدبر حالي، مسجن بالشؤون الاجتماعيه والعمل، هن بيدبروا لي شغل. عايش يا قديش؟ ليش عايش يا قديش؟ انا ما بيطلع منا شيء على الفاضي. لا حبيبتي مو على الفاضي، الدور ماشي. اي كل سنه بعين واحد. غلطان كثير حبابي اذا تفكري هيك انت. يا بتعرفي انا لما سجلت قديش كان الرقم؟ قديش؟ 7201. هلا بتعرفي قديش الرقم؟ قديش؟ 7000 بس، يعني بست شهور معينين 201. حبيبي يعني بدك شي 4-5 سنين ليعينوه؟ ان شاء الله عمرهم ما يعينوني، انا شو فارقه معي؟ اصلا اللي ببيت اهله على مهله، بستنى. لك شو بتستنى؟ لا ما بتستنى، قاعد لي بالبيت اكله مرعى وقل لي صنعه، بتروح بتشتغل شو من كان بهالبيت، ما بدي اشوفك بدون شغل، فهمت؟ ماشي ماشي يا بوران الحبابي. اجا ابو طنزي. خير شو بكم مطنوزين؟ ليش شاري جرايد؟ لك حقك ما معنا لنتسممه. تشتري جرايد مش هالكلمات المتبطخة؟ لك هي الجريدة بوزعوها ببلاش، بعدين ما فيها كلمات متبطخة، هي مشان الإعلانات بس. إعلانات شو؟ واحد بده يبيع، بده يشتري، بده يشتغل، بده يتوظف، بده يتجوز. في عن جواز؟ هات لشو؟ فوت. عال معناتها بندور فيه على شغل. ايوه، ما بدي حدا بهالبيت يقعد بطال. زهرة؟ نعم. انتي بتعرفي تغذي ابن؟ عملت دورة وعطوني شهادة. ومو ضروري إذا معك شهادة تكوني بتعرفي. أميت بني آدم دعوا لأيدي بالكسر على كتر ما غذيتها، شلون بقى ما بعرف؟ زهرة، إلهي وسيدي مولاي يبعث لك واحد ابن حلال يكون فاعل خير وتكون دعوي مستجابة يا حرام. دفيك الروماتيزم إن شاء الله مش عارفة. هي رقم التليفون، طالبين ممرضة خاصة. خير اتصلي. هتصلي. وأنا؟ انتي تشتغلين مشغل خياطه؟ لك بشتغل شو ما كان، المهم امن حق المحامي لشفيق. اوكي، هي رقم التليفون. تعال، في مشغل خياطه بحرستها طالبين عامله، بس في مشكله. شو هي؟ بدهم اياها ذات مظهر حسن. ايه اتصلي بعد مهني قوموا انتبهوا. انت قلنا مديح مهونه. المقايضه شو بديع؟ لقيتنا وظيفة؟ عم دور لك. شو صار معاه؟ دبرت له شغل لأبو طمزين. على ما يبدو كلهم بدهم نسوان. يعني مو طالبين رجال؟ رجال نازلين تحت خانة يطلب عمل. يعني ما في أمل ابنه؟ ما بعرف، صرت بالجريدة بآخرة مو بقيان غير السطرين وعم يكرروا حاله، ما بدهم رجال. ونافعة حضرتك تحت باطك للجريدة، قال عاجبته يعني، قال اروح تضرب انت والجريدة. شو جايبة من بيت ابي؟ بكفي، هي دبرنا زهرة وغادة، ولا بدك الكل من اول ضرب يزبطوه؟ من بكرة الصبح انت وياه، كل واحد بينتع كيس وبيطلع. لوين؟ وين عم يروح؟ ابو منال بتروح ورا. بدك يعني اشتغل بزبالة؟ ليش شبه زبالة؟ نص خيرات البلد بزبالة، ليك ابو منال عم يقصدها. ابو منال من صغره بالزباله متعود، بس انا ما بقدر، العالم تحكي، ولا بدك يعني تعمليني فضيحه بالحاره؟ لك ما بتنفضح انت ولا شيء، اللي بده يفضحك بقص له لسانه، لك نص اهل البلد متعايشين على الزباله، ما حدا بيحكي. ما بقدر، لانه انا كان جدي قائم مقام. وانت نائم منام، هلا مو كل ما دق الكوز بالجره تركب لي وتنط لي على عظام جدك. ما بسمح لك تحكي عن جدي هيك منوبها، كان والي دمشق ما يتصرف اي تصرف بدون ما يستشير جدي. مشان هيك حبيبي تخلفنا 400 سنه لورا من ورا جدك. جدي مو متخلي، كان نازل اسمه بكتاب الاعلام شيت الدوله الراسماليه. بديع، انا ارجيتك اياه بالكتاب ولا لا؟ فرجيتني، بس يعني لو مو نازل اسمه بالكتاب كان احسن. ليش؟ يعني ما فينا بدون حسد. حسد على شو؟ ما اسم جدك كان نازل بالخانة السوداء من جماعة قطيبة التقارير والدس على الناس. افشرت، انا جدي لا كان بيعرف يقرا ولا يكتب، فمنين بده يكتب تقارير؟ شفهية، ضروري يعني يكون بالخط الرقعي. لا خلصنا بقى، فوت انت ويا الرجال معك الله يرحمه. فهمي، اذكروا محاسن موتاكم. ما قلنا شيء، بس يعني انت مو ضروري كل ما دق الكوز بالجرة تعمل لي اياه لجدك مفتاح الباب العالي. شو فيها؟ انا ابو طمزة على سن ورمح، انا ما بشتغل بالزبالة. تعال بديع، اتركني انا وابو طمزة، في موضوع بدنا نحكي مع بعض احد. ايه بس يعني
لا تخلوا صواتكم تطلع لبرا، ما بدنا فضايح. ولا شو الفضايح؟ شو عم يتخانق نحنا؟ لا بس انا ما عم جيب شيء من عندي، كل ما اترككم لحالكم لحالكم ها ما بيطلع منكم غير اصواتكم، لذلك بتجمعوا اهل الحاره. الله يكسر بخاطرك انت وامك. ايه بس بقى بدي اطلع لبرا، ابو طمزه رجال البيت وعموده، بدي احكي انا وياه كلمتين قعد بقى، كلمته عندي ما بتصير تنتين انا. خاطرك عموده؟ لك روح. تعا ابن عمي تعا تعا. هلا انا وياك على ايش كنا متفقين؟ نحل مشاكلنا بالاقناع. مزبوط. يعني حضرتك اذا انت ما اقتنعت بالحكي بتقنعيني بالصر معي. انا خلصت حكي. كيس ايش اخذ معي؟ جمتاس ولا بلاستي؟ اللي بدك يا ابن عمي، اللي بتفصله انا بلبسه. مرت عمية؟ عمية؟ مرت عمية؟ عمية؟ شو؟ مش الحال، رجال عمره 90 سنة، أولاده مستعدين يدفعوا لي 10,000 ليرة بالشهر لأنه مفاضني أمه فيه. وإنتي؟ مشغل خياطة. عال كل وحدة منكم بس تستلم دفعة بتجيب لي فيها جاجة، بدي بيع بيض. ليش بدك تربي الجاجة؟ رح أقول لك وين. هون. خير مرت عمي؟ شو الاجتماع؟ عم نحاول نعمل مشروع بيض ودجاج. اي ماني شايفه لا بيض. حبيبتي بكره انت بتجيبي جاجه وغاده بتجيب جاجه وابو طمزه ها اذا قدر يجيب جاجه شو عليه؟ وما بتشوفوا الا البيض مسنا وثلاث وزرافات وزرافات. مو صارتك الا بالحكي. منال انا رايح بدي شيء قبل ما امشي، رايح لعند ام هاني. شو عم تتجهزي انتي؟ ما عم بتجهز بس ما بدي مشط شعراتي قبل ما اروح. خفي رجلك لانه زهره راحت. يلا قوام، معك اجر السيرفيس لحركه. معي 25 ليره بياخذوني وبيجيبوني. ما بيكفوا، امسكي هدول الخمس ورقات. ما في داعي امي، يلي معي بياخذوني وبيجيبوني. لك تروحي قتل، بركي تنشترتي، بركي اجى على بالك سندويشه فلافل. فلافل وشفيه بالحبس. لك فلافل فلافل مو دندرمه. يسلم امي. وينك؟ اسألي على الراتب بالقبل، مو تندلقي دغري وتشتغلي. لك يلا. لك انت لساتك هون؟ ايه عم بستنى. شو عم تستنى؟ ادعولي. والله لا يوفقك. فاس ولا؟ الله يوفقك، مهوني. مع السلامة، اللي شو عم تستنى؟ امي جمعت لك فريقين من اولاد الحارة، مشان انك شو لي بزبالة واجمعوا لي اياها بدل ما اعذب حالي. يكون بمعلومك، إذا بتجمع أقل من أبو طمزة، هذا ما بيناسبني، مو موافق عليه. وأنا موافق. السلام عليكم، منال هون؟ لك أنت شو جابك أنت؟ روح، روح لعند أمك. منال مو هون؟ بدي منال. لا مو هون منال، شو بدك فيها؟ البنت ما بدها اياك يا اخي، روح. غصب عنا، مثل ما ابوها بده امي انا بدي اياها، يعني بدي اياها، انا هاني مو حي الله. ايه تعال بديع، احط له يلا قلعوا. ايه اهلين هاني. بورا هذا هاني تركيه. تعال حبيبي هاني فوت، فوتي يا قطه فوتي. شو الرشاقي؟ شو بدك حبيبي هاني؟ بدي منال. انقلع. ما بدي. عم اقول لك انقلع ها؟ ما بدي. طيب بتعرف تساوي هيك؟ لا هي صعبة. طيب هيك؟ هيك بس بدك تفوتني جول؟ لا. بدك تشوط فوز؟ لا. مشط؟ ولا مشط. دي بالك تشوط؟ لا لا تخاف. عشان ما تكسر لي راسي. لا تخاف. يلا هاني حبيبي، أكتر أكتر. أيوه. دقيقة. يلا هاني ها؟ يبنيك بقتلك فات راسي لعبك. تعترر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 ر
بيحكي لي يا محلى لك افوتي بعت لك القتل شيتك. كل ما بتجي ببالي بالضحكه ثقيله انك تشوى الحكي. قولي شبي شو صاير معي؟ قولي شو هذا اختياري بدهم يعني روح امسي؟ لك مو قلتي عمره فوق التسعين؟ مزبوط بس لساته بعز قوته، ايه اذا مرته لبديع بوكس بيغرل اسنانه بعيد الشر عن اسنانك مرت عمي؟ مو على اساس مقعد وعلى الكرسي مزبوط بس اول ما شافني دبيت فيه الروح. حاول معك وليه؟ شو حاول معي وبس؟ اي فكرني جاي خصوصي مشان هالشغله. بدي خلي بديع يفسخ وشفتي بديعه؟ خلي بالك مرت عمي ما نسترزق شبك لا تطلعي صوت. ايوه بدري شباب ما تريتي فتت بلنتي فوتي لقلك مين؟ لا احكي لي بالتفصيل شو صار معك. رحت لعند دكتور بدي اشتغل. لمين قلتي؟ للي كانوا موجودين صاحب المشغل والمقصده ومعلم الحكه ومعلم الدرزه. هدول شو قالوا لي؟ قالوا لي بتعرفي تقصي وانا ما بعرف قص. قلت لهم لا. ايه قالوا لي بتعرفي تحكي بتعرفي تدرزي وانا ما بعرف احبك وما بعرف ادرس كمان. قلت له لا. قام المقصه ده ضحك وقال لي إيه معناتها انت ما بيمشي حالك الا بشغله واحده ب وشو قلتي له؟ قلت له مستعده اشتغل اي شغله المهم الراتب يكون مقبول. منيح قديش الراتب؟ ما في راتب عن انتاج مو احسن؟ ما لمحوا لك لك دبي ما سالتي انت يا ترى شو هالشغله؟ يا بوران يا بوران افهميني مو المهم شو الشغله المهم ادفع حق المحامي لشفيق مشان يطلع من الحبس خليني بقى اشتغل واعرف شو بدي اساوي. شو بدي اسالي شو قالوا لك وشو قلتي لهم؟ لكن اهل قوالك وينتصف ميزانك ما بدنا الناس تحكي علينا وشفيق يطلع من الحبس يطلقك. الشغل للنسوان بالليل مو منيح. كانوا حاسبين الحساب قالوا لي اذا اهلك ما بيوافوا يشغلوكي بالليل بندبرك الصبح بس الدفعل. وشو هالشغل الصبح؟ نفس الشغله بدك تروحي قتل شو دبالك ما بتفهمي انت؟ ليش ما بفهم؟ شفت المستقلين عم حطيت شرط. شو هو الشغل؟ امي الشغل بعيد يعني بدي 3 سرافيس يعني 30 ليره عم قلت لهم مواصلات عليكم. ايه كانوا رح يتخانقوا مين بده يوصلني بسيارته؟ كل واحد بده بالاول كل واحد بده بالاول كل واحد بده بالاول. وتخانقوا؟ لا ما تخانقوا عملوا حكرة بكرة عم طلع دور المقصة دار بالاول. ايه بدي قص الراس شيتك قص دور المقصة دار مو هيك يا مقوصة؟ ليش معصبة امي شو عملت؟ عرفوا شو اسمي؟ ايه عرفوا انه انت بنت افكار عوبة؟ ايه امي ليش انا خجلانة من عيلتي؟ عرفوا وين ساكنة؟ لك ايه المقصة دار وصلني على راس الحارة بسيارته الشبح السوداء. اما شو سيارة يا عمي شو سيارة؟ كبس الزر هيك الكرسي اخذني هيك كبسها مرة ثانية اخذني هيك هيك وهيك هيك وهيك وصلني خصوصا لهون مشان يعرف العنوان شيتنا. الله لا يوفقك رجال الحبيب. هلا العفاريت الزر بعد تقنعوا لشفيق اذا طلع من الحبس انه ما صار شيء من هالشيء. اي شيء من هالشيء؟ الصيت ما عاد يروح عنا بجيلين ثلاثه سجل سجل. بيضه بيضه ما حكي شيء هاي سمع الحكي لذلك انا جبت لك بيض بما يدبر امورك. شو يا بورا؟ شو هالمزابل هي؟ تقريبا مزاري بذهب، أنا ما كنت متوقع هيك منو؟ ابن عمي
عيون ابن عمك روحه. تحبني انت؟ بورا لا تقولي لي هيك، انا بخجل كثير. يعني مو متمني تخلص مني؟ لك انجي روحي قلبي عيوني بورا، معقول هالحكي بورا؟ مو مش لاحلك انا واعي. صحي. ايه قومي بعتلك قتلك، خنقتني بريحتك، قوم. انا كنت بدي اغسل قبل ما افوت، بس طحشت ضليتني طاحش لانه ما تضيع المفاجاه. فاجأت شو؟ جبت لك جاجة الكترونية بيابة بكل فشخة بتبيض بيضة. لا تكون عم تبيض. عم بيض؟ هلا بشوف إذا كنت عم بيض ولا لا. يعني مطالع مصاري مبيع زبالة منيح اليوم؟ اليوم تصبح بوشك لقيت 500 ليرة. بعت لك قتلة، نزعتك لأخي. كان عم بيض ولا عم بحكي الصدق؟ لك لو شفت بعيني ما بصدق. في جاجة بتبيض 20 بيضة بدقيقة. 30 بيضة، وأنا أساساً كنت عم مطبط معك بالحديث جوا مشان يصلوا لل 30. لك حاج بقى يا شرفي. لعمة لك وين البيض؟ لك حاج تحلم حاج. لك هون لازم يكون في 30 بيضة. يا سيدي كتر خيرك جبت لنا جاجة بكفي لاحقين على البيض. لك هون لازم يكون في بيض. ضحكوا عليك لما قالوا لك هيك. لك ما في جاجة بتبيض بهالغزارة. لك أنا ما بينضحك علي، أنا شاري صفط بيض و30 بيضة حاطه هون مشان أعمل لك مفاجأة. يا الله لا يقيمك يا سيدي، المفاجأة بتكفي الجاجة، ضروري صفط البيض. يخرب بيت أمك، مين شفط البيضة؟ ليكون أنت لك يا بنت الحرام تعي لهون. خليك عم تمنت انت والجاجة. لك طعط على عيني. مين بدي اكسره؟ بدي اخرب بيتك. لسا عمك بيتك. انت كمان لعنتنا. لا تعصب ولا تبطش، القانون لا يحمي المغفلين. المغفلين قال اضرب انت مالك شان ريحة البيت. يخرب بيته، هلا شفط صفط البيض بكره شفط الدجاجة. خلصنا خلصنا، اليوم المسا بحطوا له وينه؟ قفلوا مفتاح، ما بيسترجي حدا يقرب عليه، وبعدين بكل حادثة حديث شاممايا الريحة اللي عم تطلع من المطبخ. شاممايا مو عم يقلي بيض حضرته، رح اخليه يرجع لي الصفار بصفاري. تعرفونا تعرفونا تعرفونا. شو مشي الحال؟ لقيتوا شغل؟ لقينا شغل، مو بس هيك كمان واخذنا سيفة وهي دجاجة. برافو عليكم برافو عليكم. يا ترى انتو سألتوا قبل ما تشتغلوا شو الشغل ولا لا؟ ولا قلتوا هيك دغري؟ لا مرت عمي، نحن سألنا وشغلنا ساعتين تمرين كمان. ايه امي عال، شو هو الشغل؟ بنوفوتيب الحمرة ببيع ألبسة نسائية. مزبوط مرت عمي، ونحن ماشيين بالشارع لقينا محل حاطط يافطة هلا اتأدى مكتوب عليها مطلوب آنسات للعمل، ونحن فتنا لجوا واتفقنا معه. وطلع له شي واحد على شاكلة المقصة دار شي؟ لا امي، محل ازياء نسائية، صاحبته وحدة ست وكل اللي بيشتغلوا نسوان. برافو عليكم، قديش عطوكم سلفين؟ 500 ورقة مرت عمي لكل وحدة فينا. منيح انحلت كل امورنا. امي؟ نعم. بدي شاورك بشغلة. شاوريني. مو تعالي الحقيني، الحقيني، تعالي. أما شو عجات لك مناول؟ يا أحد العقل يعني هني طيبات بس بدهم براش شاي أبي. فوتي فوتي. لك يخرب بيته يخرب بيته، لك العشة كانت لنا لنا هاي العشة. بتروحي قتل حاجة تلفي وتدوري، مو قلتي بدك تشاوريني؟ شاوريني لشوف. ما بتقولي عني غشيمة؟ يعني أنا إذا ما قلت بتصيري فهيمة. إيه بطل تقول. خلصنا أحكي. لك شو بعينك؟ غمزني. مين؟ جوزة لصاحبة المحل. ولي شو قلتي له؟ ما قلت له شو، عملت حالي مو شايفته. يا حبيبي بكرة بتتطور الأمور وبتصير الشغلة أكبر من هيك وبتعملي حالك بقى ما عم تشوفي شيء. والله خجلت رجع لي كبيرة جدي. قلتي له لزهرة؟ ايه قلت له، طلع غامز 20 مرة إلها. شو هالحكي؟ أنا ما بقبل. وأنا كمان ما بقبل. يا مرت عمي يا مرت عمي، شو صار يعني؟ رجال على حفة قبره، اخذ اجازة من عزرائيل كم يوم، لا بهش ولا بنش، كل شي فيه غمزات رايحة عليه بشبابه، عم يعوضون هلا. ايش اكلنا يعني؟ ما بصير ما بصير زهرة. ايش وما بيصير؟ يا اما بدنا نشتغل يا اما ما بدنا نشتغل. لا
نشتغل بس عند ناس مناح وكويسين. ما في مجال مرت عمي، وين ما اشتغلنا رح نوقع بنفس المواقف. لكن ايه ما بنمشي مترين بالشارع الا وبناكل 100 غمزه. كانك ما بتعرفي ولا ما كان في غمز على دوركم مرت عمي؟ ما كان في غمز على دورنا، كان الغمز بعافيتي بصحتي. عالجنبين كانوا يحتاروا شلون بدهم يصطفوا، كل واحد يعمل ليك، بس انا طنش اعمل حالي مالي شايفه ويبلوا لي شفايفهم. ايها بقى هذا هو جوز صاحبة النفوتي مكتفي بالغمز مرت عمي، لانه اخذ اجازه ساعيه من عزرائيل. خلينا بقى نبوس ايدينا والشقفه ونسترزق. ومع ذلك ما بيصير. ما بيصير ما بيصير، بس مرت عمي نحن مو رجل كرسي، مين ما غمزنا مشي الحال، نحن قلنا شخصية، ايه صدقيني إذا بيتجاوز حدوده بقلع عيونه. خبروا مرته أنتو. مرت عمي البنات بالمحل قالونا اوعى تخبروا مرته، لأنه إذا عرفت بتصير بتغار وبعدين بتقلعنا، مشان هيك الكل ساكتين، بعدين أحسن لنا بيدفع. مشان إيش يدفع؟ هيك، بس يشوف واحدة عم تضحك له بينبسط. بس ضحك. بس. اللي جاي بعدي عني بعدي عني. ايوه ابنه بعد قلبي مني بعدي عني. ليش؟ الله يرضى عليكي بعدي عني، خلاص مو وقت بعدي عني. الحمد لله على السلامة شفيق. الحمد لله على السلامة يا صهري. الله يسلمك بوران حماتي، الفضل إلك بعد الله. شفيق ليش هيك شعراتك؟ بعدي عني هلا، بعدي عني من الشوفات اللي شفتها، خلاص بعدي عني. لك يبعت لك لا تلجيتك، لا تنجلي، قال لك بعدي عني يعني بعدي عنه. تعب صهري. تعب وشك على المطبخ. إذا بدك تطعمي لا تطعمي دفعة واحدة، تطعمي على جرعان حاكم بفق. منال يا منال، قبل كوبي جاهزة؟ ايه ايه صارت جوا على الطاولة. شوفي الحمد لله على السلامة، سويت لك كوبي. ترى الف خيرك، مالي حسنان اكل هلا، بدي غير ثيابي بثياب نظيفة، خميت بالحبس، في غيارات نظيفة؟ في. اسبقيني لجوا. اسبقيني. هلا بدي اسالك سؤال. نعم. هالبيت هذا كله بغرفه هي الا؟ لا شو الي استاذ، انا بس الي هاي الغرفه. نعمه كريم سياحي ولا عادي؟ لا استاذ عادي، نفذنا فيها قبل ما تصير هاي العقود السياحيه. بعدين استاذ يعني معقول واحد يكون ببلده غريب؟ انا ايطالي شيء؟ عاو انا من الصين؟ تايواندي؟ لا من زيمبابوي؟ ايه ها مشان ايش العقود السياحية لكم؟ ايه استاذ بتحب نقعد جوا ولا برا؟ كل محلاتكم خير وبركة. يا مين اهلا وسهلا، شرف شرف استاذ شرف، تفضل يا حلة البركة. اهلين بابا، شايفتك رجعت بكير اليوم. ايه ابي لسه ما طلعت من باب الدار، سفقت الاستاذ بالبسكليت وسخنا له ثيابه. اهلين وسهلين، بقول لحالي بشربه فنجان قهوه منال. ايه منبرطله مشان ما يشتكي علينا. اهلين استاذ. اهلين وسهلين. الحمد لله على سلامتك استاذ. الله يسلمك. مدام ولا مدموزيل؟ لا هاي بنتي منال، مدموزيل لساعتها. الله يسلمك مدموزيل. كيف قهوتك استاذ؟ قهوتي من ايدك كيف ما كان بشربها استاذ. أنا ضربتك بالبسكليت، شو قتلت لك قتيل يعني؟ خير شو في؟ ما بصير، عم تسألك شو قهوتك؟ قول لها يا سادة يا وسط، دغري فتحت لي باب الغزال. سادة أو وسط؟ فوتي انضربي قال لك سادة. لك فوتي لك منال. نعمة فوتي نقعد جوا أساسي إذا بيسمح أمرك. لا هون أبرد. لك إيه فوت لجوا عندي مروحة، فوت لهوي لهون. إيه إيه. تفضل تفضل.
اهلين استاذ، تفضل. شرف شرف عود. شو شايفك زعلت مني؟ لا شو قصص لك يعني؟ عيب استاذ قاعد عم بطبق البنت قدامي. بركي نيتي حسنه. على راسي نيتك حسنه، بتروح بتجيب اهلك يخطبوا لك اياها. اهلي عطوك عمره. اخي عمك خالك كمان عطوك عمره. لا اله الا الله، وينك؟ ما الك غير تحكي مع ابوها، وساعتها غازي للبنت على كيفك. مو مشكله، انا طالب ايد يعني ما عم طلع معي، انا طالب ايد بنتك الي. ابلغ لسه ما شفتها. شفتها. طيب ما بدك تتعرف عليها؟ مو مشكله، المنيح ببين من عيونه، بعدين اكيد هي اصيله وبنت اصيل. اخي على راسي، بس نحن ما بدنا نعرف مين حضرتك، شو بتشتغل، يعني شو اصلك، شو فصلك، دكتور مثلا، مهندس. انا اسمي عفيف، مخلص تجاره واقتصاد، وهلا عم حضر للدكتوراه بايطاليا. يا سلام، معناتها استاذ انت من عيله كبيره؟ لا كبيره ولا شيء، اسفت منكم بعشر مرات، بس انا بنيت حالي بحالي. شو قلت؟ من بيت ايش حضرتك؟ من بيت ابو فليفلي. ابو فليفتي؟ حدي ولا حلوه؟ حلوه مثل القطر على شرش حدوديه. يا سلام، معناها خضراء. حمرا مثل الدم على شرش خضار. شو قلتوا؟ انا بيشرفني، بس ما بدي بالاول اسال المدموزيل بنتي مناول، بلكي ما بتحب الفليفلي. شرف عود. عود تفضل استاذ. يسلموا. هاي استاذ، استاذ لك شبك. ايوه عمي. وين عيونك طايره؟ بالارض. بتعرف الواحد بهيك مواقف بيخجل. ايه صدقتك، صدقتك البعيد. ايه عيونك طايره لفوق عمي. هي اجت منال. منال؟ ابي؟ لك منال؟ الاستاذ بده يحكي معي بموضوع، انا طالب ايدي. موافقة. لك يبلاكي بقرف رقبتي، قال موافقة، ما بتقبل ما تعرفي من هو شو بيشتغل؟ مثل ما بدك. لك مو مثل ما بدي انا ابي، مثل ما بدك انت. بس انا بعرفه منيح. تعرفت عليه هلا قصدي. ولي منال؟ ولا؟ اوعى تكون بتعرفها قبل هلا. ها عمي انا ما بدي كذب عليك، وانا بحياتي كلها ما كذبت. انا بعرفها لمنال. منين بتعرفها ولا؟ منين بتعرفي ولي؟ عمي مره كنت مارق من هون، شفتها من هذا الشباك، عجبتني صرت اتردد. صار بينكم حكي ولي؟ شو حكي ما حكي؟ شو هالحكي عمي؟ اول مره بسمع في صوتها اليوم. معناتها خليني افكر بالموضوع. عمي شغله ما بدها تفكير. انا بعد بكره مسافر لايطاليا، مو راجع بسنه. اذا موافق خليني ظبط له اوراقه واخذها معي، اذا ما انك موافق خليني ظبط اموري واتيسر. شو قلت؟ على كل الاحوال اعطيني مهله لبكره. ما بقدر، ما بقدر اعطيك مهله لبكره. اليوم بدي ظبط اوراق المحكمه ونزلها على خانتي بجواز السفر، وبكره بدي ظبط لها جوازها، وبعد بكره بدنا نسافر. شو قلت؟ طيب الاوراق تلحق تخلص اليوم مشان المحكمة؟ الأوراق جاهزين. أوراقك أنت جاهزين، أوراق منال؟ أوراقي وأوراق منال جاهزين. مين جهزهم؟ عفيف. ولي؟ على حساب ما بتعرفوا بعض وما في حكي بيناتكم؟ هي رح تعمل لي إياها قصة. وين راين؟ راجع. ولي منال؟ بحساب ما في حكي بينك وبينه، بحساب ما بتعرفي ولي؟ أبي هات لبس إيدك، هات لبس إيدك، هات لبس إيدك، ما أحسن ما نضل تحت رحمة ثاني، مو أنت اللي بدك تجوزني يا مهندس يا دكتور؟ هي إجا دكتور وعلى إيطاليا. أبي بإيطاليا في معكرونة. عمي أنا ما سويت شي غلط، أنا جهزت الأوراق، إذا بدك توافق كان بها، ما بدك توافق هاي الأوراق. تفضل حرقهم بإيدك كأن شيئا لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله. منال أبي قومي البسي، قومي قومي يا احلى اب بالعولة. لا مو قصة بتعرف ولا ما بتعرف، بس زبالة مو مصلحة زبالة. بعدين نحن شباب علينا القدر والقيمة، مو حلوة نشتغل بزبالة. يعني شو بدنا نشتغل؟ شو رأيك نجيب لنا شي سيارة بطيخ؟ لك انت كل ما بتقيم ايدك على رجلك بتقلي سيرة البطيخ والبطيخ، يعني اشتغلنا بالبطيخ وخلص موسم البطيخ، شو بدنا نشتغل؟ بالبيتنجان. خلص البيتنجان بنرجع على البطيخ.
يبليك بقتلك انت والبطيخ والباذنجان. لا خلي انت ليش هيك ذكي؟ انا عم بحكي انه الخضره بشكل عام بنشتغل فيها، بس انا ذكرت هدول الاثنين لاني بحب الباذنجان والبطيخ. حط لك العطل لايديك. لا لا سيدي مولا. رد قرصه؟ ايه اطلع قتله. لك قرصك شي؟ ليش جاي مبكي؟ امي بطلنا مصلحة زبالة. لك الشباب مثل الفلة، نحن نقضي وقتنا بين المزابل، خلاص بطلناها. لك شو بدكم تشتغلوا؟ بالبطيخ. يا بالبيتنجا. وين بدكم تبيعوهم؟ ننبسط هون براس الحارة. يا بآخر الحارة. وبالضيعة بيرضوا يعطوك ببلاش؟ مو ببلاش مرت عمي، بس على حساب لما نبيع بنسدد لهم، ايه ما حدا بالبلد كلها معه راس مال. لك لمين هالبهرجة كلها لك قطع؟ خطبت. هاني ما بده كل هالبهرجة. مو لهاني فشر. لمين لك ها؟ عريسي دكتور مسافر على ايطاليا، وبعد بكره مسافرين سوا. لك شو بدك بايطاليا؟ ما في من وراها الا البلاوي. اساليني لي. احسن من بلاوي هاني. فيها معكرونه. معكرونه؟ اكيد عريسها رايح ينكش بزباله تبع ايطاليا. ايه بتضل زباله ايطاليا اجسام، مو مثل زبالتك هون. شفيق، شو رايك نروح نبيع بطيخ وباذنجان بسوق الهال تبع ايطاليا؟ بتشلحك نص حقهم المافيا، خليك مقبور هون بزباله احلالك. ايوه. يمك عذرا يا أسلينا. عفيف بوران. انتو بتعرفوا بعض انتو؟ انا اللي بعرفه. لك يخرب بيتك من حالك، كل شي في حيلتي مصاري قشطني معهم. هدول الجماعة ما في بحيلتهم شي، ما معهم ولا الوتكة، مصفرين عن خالص. مدام عفيف اللي قدامك غير عفيف اللي بتعرفيه. هل انتو بتعرفوا بعض من زمان؟ علاقة قديمة. ايه بدي اكلك بلا ملح. شفيق بديع وين هربتو؟ ولا شو جابك لهون؟ اخبطك بهي هلا جيب اجا امي. شو يا رجال هاي؟ قوم تعال معي. مشي اوكي تعال. عينك بالصوب يا امي. تعال طالع برا. والله كسر راسك كنت رجال قري. تعال شو تعي يا قطة تعي. أنا مهلك شوي 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 شوي، لا تخافي مثل غزة الدبوس. طلعنا برا. طلع عم تضرب هاي؟ عم تضرب إذا رجال طلعنا برا. هي الثاني. شفت ليش حبيته بابا؟ قتل خمسة بقاسيون. يبليك بقتلك بليلة ما فيها ضوء قمر وتقوم اطفئ الكهرباء. إلهي سيدي مولا. مدام بوران، أنا تبت وتبرعت بكل مصرياتي للوقف. لأنه مصاري اللي نفضك تتبرع فيهم للوقف، إذا صحي ضميرك الوقف مو بحاجتك. أنا كنت مفكر رجع لكم ياهم، بس لقيت انه هدول المصاري اجوكم نتيجة نصب واحتيال. فشرت بنص عينك، واحد مثلك نصة. فشرت؟ شو نسيتي اني انا عامل الصفقات بايدي ولا بتحبي ذكرك؟ اول 50 مليون جيادتي. كمان هدول نصب؟ انا كنت بدي رجع لكم ياهم، بس فكرت شوي لقيت انه هدول المصاري هن الراس مال النصب والاحتيال. هذا اولا. ثانياً صرفتوهن حق مشاوير وسيارات وخلافه، يعني بعزقتوهن. بس أنا لما تبرعت فيهم طلبت المغفرة باسمي وباسمكم ليكن لك فكري. الله يقبل منا جميع. قولي آمين. كتر خيرك ما نسيتنا. عمي خلصونا هلأ بتسكر المحكمة. مشي. ايه ايه منال أبيض على البنطلون. خلصونا. شرفوا. ابو طول راسك.
هلا طمزه بلاها لك شو رح تعمل؟ اعطوني شيء لك يا جدبان لا تخافوا ما بيطلع لك على ديرك ديرك ليدك قبليك لك تعزي معك بس على الديرك هذا برميل شوفي انو برميل؟ ابو طمزه كله فاضي، انو برميل بالدار؟ هذا الاخضر قربي لي النص بدي ناشن عليه. ايه على راسي. هون منيح ابو طمزه؟ دقيقة شوف. منيح بنقبان معي من هون منيح ناشن عليه. لحظة من فضلك، وقف تقلك. نحن ما اتفقنا على برميل، نحن اتفقنا على خرم ابرة. الابرة ما بقدر اشوفها، حطوا لي شغلة قد الابرة تنشاف معي. عمو عمو، ليش حال هالشكلة؟ اني هي اللي على راسي. اوعى ابو طمزه اوعى وليك هلا بدك قبليز ايه بس نحن ما اتفقنا على الشكله نحن اتفقنا على خرم ابره هلا الشكله هالعده ما اتفقنا عليها خلصنا بقى مرق له اياها هالمره طيب ماشي الحال ماشي الحال بس انا لحتى افرجيكم انه عم بيض ويكش لك بلا يكش بلا يمش خليه يضرب الضرب على البرميل قبل ما يجي عفيف ويرتكب جريمه دمه فايح خلاص ماشي حطوا له الشكله حطوا له الشكله عمو وين بدك حطه اي خلصيني بقى هاتي الشكل لشو هو شايف الشكل ابو طمزه طلع في يمي ليك هون ها شايفه من هون وين الشكل لك ليك على البرميل مالك شايفه ارجيني لشو ايوه هلا 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 بانت معنا بعد هيك بدي اويس ها هلا اويس بدي أرجيكم سرعة وإطلاق سوال حتى تعرفوا أبو طمزة مو لعبة واحد اثنين شايف وجع عمي جوز امي خده انت ليش حتى اخده انا اذا اخذته الدكتور بيخبر الشرطه لك انا يخبر الشرطه وبتلي في انا ويفتحوا لي سين وجيل لك لا شو سين وجيل رح يصفى دمي رح يصفى دمي شوفكم شو في حدا يلي خير شو ابو طمزي فحت طبنجه بايده كان بده يقوصه ما في شيء ما في شيء جرح بسيط ليك جرح بسيط الدم راح يصفى قوم معي قوم شو لازم اسحبه لك شو تسحبه كان بده يقوصه هلا برجع الله لا يرضى مو الك الك لو كان قوصك كنا خلصنا راح ابو طمزي ما طويل كتير 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 بدي اخرب بيته للحقيق انا صار لي سنين ربط منال صار لي سنين ربطها ليش انت بتعرف تربط انا اللي بربو قد قد ما بدك كتير 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 تكون هلا من الربط في ألف منال غير هاي المنال واللي اخذ لك اياها بيدبر لك غيرها انا ما اكون بصحتك وعافيتك والبطب في شيتك ما بمرق هيك ساده قالوا شو بده يتجوز امك مشان يصير عمك ايه ما يطق ما بجوزه اياها الا اذا جوزني بنته منال لك هلا شو بدنا بابو منال نحنا المهم عريس الغفله شو اسمه هذا بديع شو اسمه اسمه امي اسمه ولك خراس انت مين سألك اسمه عفيف انا بفرجي اذا ما بنيمه بالمستشفى ما بيكون اسمي هاني انا هاني وحي الله اذا ضربك بوكس بيطير لك اللوج الفوقاني تبع اسنانه اذا طالني بطوله ما بيطولني هو اللي بطوله هلا بفرجيك شلون ما بيطولني لك انا هاني وحي الله ارحموا على عفيف يرحمنا ويرحمكم الله اجروا ايه ما عاد يقوم بشارد اذا قام ليش شو عملت لهم؟ ورديته الحمامه وبنص راسه وبالعصاي لك برافو عليك فحل ابن فحل طول عمري بقول عليك رجال إيه لك منال ما حدا بياخذها غيري انا لو بدي روح 20 قتيل لك انا هاني مو حي الله انت مو 20 واحد بدك تروح انت بدك تروح 100 لانك بهيم ليش هيك عم تحكي معه؟ حط حالك محله، الولد والآن عشقان هيمان لو أنا محله بحط رجلي بظهره برفسها نفسي بجيبها برا
مو بروح بيت الشب مثل طربون الحبا. هلا عفيف مثل طربون الحبا؟ ايه طول وقامه ونباله مو مثلكم وريعه على عيونكم صفي دمي وانتوا واقفين. لا يغرك تصرف عفيف، انت بتعرفه بيعطيك ابره بياخذها مسله، لكن نسيت شو عمل فيني. تستاهلي لانك كنتي طمعانه فيه. ها؟ على ايش طمعانه فيه؟ ما كان حيلته النقله. طمعانه بصحته وشبابه، مشان هيك هو مثل طربون الحبا. كان مثل طربون الحبا قبل ما هاني يسفقوا على راسه. ولساته لانه هاني صمت واحد غيره. وعطوا بالكم ها عفيف بحمايتي. لك مو قبل شوي كنت عم تنتخي وبدك تقوصه؟ قبل شوي كنت حمار وهلا فتحت. يبعث لك قتلك الزيت بالشباك. حمار ما بتعرف تضرب ولا شيء. لك انا هاني وبضل هاني وبكره بتشوفي. تروح اليه قال ما عاد يقوم بشهر. قال هذا اذا قام. هلا انت بتصدقي هالحكي؟ ايه هذا عفيف بيتبرع بابوي اللي خلف ولا الوقف وما بيتبرع بفرنك واحد، بس اكيد في شيء لسه توقيع بده اياه من حماتي بورا. يا جمي لسه ما عاد شي توقع عليه؟ ايه ما بتعرفي بجوز تكون اصلا جت معه من شي محل، اكيد في شيء لسه شغله ما زبطت معه. ايه لا غلطان، الرجال مبين عليه انه تاب والله بيقبل التوبه، ليش لحتى نحن ما نصدقه؟ يلا ياخذك شو هبلة. التاب ما في حدا معه مصاري بيتوب، عادة ما بيتوبوا إلا بعد ما يتخوزوا، بعدين أنا ما عاد صدق حدا، لأني كل ما صدقت حدا بطلع حمار. معك حق. لك تعي، لك تعي شيني يا غطى على قلبي. أعرك قدامي لشو؟ أنا ما نصيبك. ولا كلمة. يا أهل البيت؟ يا أهل البيت؟ مين؟ لك قولي عليك شو بعد فرقت معي؟ سكتها؟ سيدي أهل نجيب احترامي. ايه نعم سيدك ابو نجيب، وينه ابو طمزه؟ ابو طمزه خير شو في؟ مطرح ما انتو بتكونوا بيكون في خير؟ لا الله يسامحك. مو شغلتك، وين ابو طمزه؟ ابو طمزه بدك اياه ضروري؟ ايه ضروري. ايه تكرم عينك، ابو طمزه؟ يا ابو طمزه، ابو طمزه في ضيف بده اياك. سيدي خير شو في سيدي؟ ايدك من ايش مضروبه؟ سيدي وقع عليها حجر. حجر ولا نيزة؟ نيزة؟ شو بدي اجيب النيزة لعنا سيدي؟ لك والله عيب والله عيب. لحالك؟ ايه حتما ما في غير الاحتمال لان ايدك محروقة حرق. فهاد يا نيزك يا حمم بركانية، هاد اذا كانت مضروبة بحجر. بقى احكي ولا تعلل لي قلبي لك ابو طمزي. لا بتقدم ولا بتأخر سيدي. ايه كانت رملتك، مين قال لك لا بتقدم ولا بتأخر بقى؟ رملتني. لك شوفي شو القصة، ليش حطت سيدي ابو نجيب؟ بعد لكم قتلكم انتوا والعيلة. سيدي هاي الطبنجة على ايام العصمة. ومنين جبتوها؟ كانت لجدي الله يرحمه. والدك منين جبته؟ كانت مدكوكة سيدي. جده دكة بس ما قوص آخر ضرب سيدي. وفيها رخصة؟ ما قلنا لك على أيام العصملي سيدي. شو على أيام العصملي كان السلاح سايب بالشوارع؟ شو ما في رخص؟ سيدي ما في، احبسونا. ليش يقفت لك أبو طمزة؟ لك هيبة أنت سيدي. معلوم لي هيبة، أنا أبو نجيب خذ وجيب. كنت عم امزح معكم مزح، انا جاي بغير هيك موضوع. انتوا اوصوا حالكم كلياتكم مثل ابو طمزي والا عيوني اذا بسالكم عن الرخصه. موضوع ايش سيدي؟ في شخص قال انه ابو طمزي قال انه هاني ضرب. هيك قال. سيدي انا بضربوني ما بضربون. شو قلت ابو طمزي؟ بتعرف ولا ما بتعرف؟ سيدي أنا ما شفت، ظنيت ظن. أيظنوا أن أبو نجيب ما بيعرف؟ وعلى أي أساس ظنيت؟ هيك سيدي، ضربت عجينة بحيط، يمكن لزق. لك شو هيك؟ ما حدا بيخلق هيك، عم تتبلى أنت هيك. سيدي يمكن أنا غلطان،
لا مو غلطان ابو طمزه، انا بعرفك اذا ما في دليل ما بتحكي. ما عندي دليل. لا يا ابو طمزه لا، خليك رجال خليك رجال. شو خايف من مرتك ومسترجي تحكي قدامها؟ مالي خايف من مرتي، هاني يمكن هاني فكروا عفيف ضربوا لانه جوز منال فساد كذاب سيدي. مو انا مو انا. ايوه يعني شوف العين ما شفت. ها يخرب بيت اللي ضربه، فاجشته راسه بالحجر بالعصايه سيدي مو بالحجر، فرجيته على حمام وضربته بالعصايه. امشي قدامي امشي، هالمره ما راح طالعك بلا ما اعملك دزينه هواني صغيره. تعرف يا سيدي سال خالتي بوران وبدي احنا كانوا شو تعلصها. يا اخوان الحيط على راسك، نحن شو عرفنا سيدي؟ عبرك لك بس هلا جاكم الدق. قلك قتلك شو منغرشه. الله وكيلك يا صارع، بقول لك منال بعمرها ما كانت مخطوبه له ولا شيء، لك هذا واحد اجداه بس هو بحبها، وانا من طبعي ما بحب اقطع برزق حدا. يا سيدي الله يجزيك الخير، لك اقلال اللي بشهامتك. عم اقول لك انا منال بعمرها ما كانت رح تصير له. اذا هيك طمنتني. ابو منال يا صحيح. ابو منال هي ام هاني. قومي يا ابي قومي افتحي لك. قومي افتح. ايه قومي افتحي. أهلين خالتي أم هاني. أهلين وسهلين أم هاني. مساء الخير. لك مساكي ورد، شرفي تفضلي. هي آخرة المعروف معاه؟ لك مسكنتك ببيتي تقريبا ببلاش، وأنا كلياتني على حسابك بس على أساس بعدين. هلا على أساس ولا ما على أساس؟ أنا من هلا مستعد، بعدين وينك؟ أنت اللي كنت عم تأجلي الموضوع، أنا إلي الشرف. هلا أنا بشرفك بس ابني هاني ما بشرفك، مو هيك؟ لا يا أم هاني، ابني هاني على راسي، تفضلي تفضلي. الله يزيد فضلك. أهلين وسهلين أم هاني. وينك؟ لو كان ابني هاني على راسك كنت جوزته بنتك منال، ما رحت اعطيتها لواحد غريب. لا يا ام هاني زعلت مني، هلا الدكتور عفيف غريب؟ لا دكتور هذا قد الدنيا، وبعدين حطي حالك محلي يعني ما في فرق. انا ما بيهمني دكتور ولا مو دكتور، المهم يقوم بواجب مرته. المهم انا جاي هلا مشان الكون انه ابو نجيب طلع انسان طيب كثير وقدر وضع هاني ونزل صفت عن حقه، وهلا هاني جاني ما بدي اياكم تردوا عليه بنوب. ولا يهمك، لك هاني بعيوني ومثل ابني كمان. وينك ابو منى؟ فتح نعم. عينك اتسف للطنجره. ها الان اذا هاني بيصل له شيء، شايف هدول شعره من شعراتي ما بتلمس، شعره من شعراتي ما بتلمس بنوب. ولا عم تكلم انت بدي كسر الراس شيتو. لا يا صهري صهرني لا صهري دخيلك. ما سمعت شو عم بتقول؟ شعره من شعراتها انا ما بدي يستر على اختك، لا طالعين من المولد بلا حمص. يا عفيف ويا ايقو ويا سرماية عتيقو، نرفسك بغل بسهول هيك بجيبك بالحريقه بالحريقه. شلون؟ بدلون بس شو هالمسبات هي؟ تقل له يا هشوي شو عم تغنجوا انت؟ لك العيوني خالتي بهراء. يا عفيف ويا جردون، لا لك طعم ولا لك لون، لنتفلك دق نحنك لو شفتك مارق من هون. اتركني يا عمي اتركني نفسه اتركني نفسه. طول بالك عفيف. لك انا جردون. خلص لفوت لجوا بلا بس نلم شعرك يا صهري. العمى الحب اصعب من قضيتك، فوت لجوا. روح صهري روح. صحتين صهري صحتين. عيبة مطرح ما يسري يمري. الحمد لله صفرة دايمة. صحة ريتو هنا. ايه عمي وين بدك تنيمنا؟ ليش بدكم تناموا عنا؟ لكان وين بدنا ننام؟ خود عروسك وننام ببيتكم. انو بيت؟ ليش انا عندي بيت؟ ليش وين كنت عم تنام بالاول؟ بالشارع. قصدي كنت مستأجر بيت بس لما نويت على السفر سلمته. يعني قصدك بس هاليومين؟ يوم واحد لبكره. طيب انت وبابا بتناموا هون وانا بروح بنام بالمطبخ. فكره معقوله، ليك منال مزوقه كل ما اجي لعنده طيب بتنام بالمطبخ. شو هالحكي؟ ما بصير ما بصير عمي، انا جوزها. شو قصدك يعني؟ يعني ما بصير يوم دخلتي بالمطبخ وفهمك كفايه. ومين ضربك على ايدك وقال لك اتجوز اليوم؟ عال والله، وين بدي انام انا؟ نام بالمطبخ. هلا ابو طمزه ليش ماله هون بالاجتماع؟
لك ابو طمزه ما عاد يتامل له، صار يحبه هلا العفيف بعد ما اخذه على المستشفى. وجوده وعدم وجوده مثل بعضه، اصلا منيح اللي ماله معنا. يلا بقى فوتوا بالموضوع. الموضوع انه عفيف لسه ما صار له نهار هون فتح العرب علينا. ليش شو عمل مرت عمي؟ طلعت منى لعمه تضحك، قال شو عفيف حكى لها؟ وعن ايش حكى لها؟ على الفصل اللي سواه معي. هذا فصل الاولى خازوق. مو ضروري هالتسميات. بوران عن اي خازوق من الخوازيق حكى لها؟ تضحكي على وش الدست، فركشتوا الاجتماع، بطلت احكي لكم شيء. قوموا روحي تحكي على ابوك اللي يقوس كلاب. قوموا قوموا. انت الثاني ضروري ابوك يشتغل بهي الشغله؟ صاري قوي قوي شباب شلون؟ اي قوي قريتوا هنا على البق. مسك يا بي. لحلق علي سنة. مش معلوم. اخفان شوي. لا شو تخفى ما تخفى يا صهري، قوم ما بدك لحق تخلص نورا. من لحق عمي، لكن لك فكرة شو العجلة؟ شلون شو العجلة؟ مو بكرة على إيطاليا؟ ايه على إيطاليا، لكان لوين على زيمبابوي. ايه طيب بدي لحق ساوي وراء جواز السفر. من لحي انا تارك رفيقي يشتغل فيه. لا شلون تارك رفيقك؟ ولك يا صهري عم تقول الطياره بكره. هلا طقت احترقت بكره، شبك عمي محروقه بصلتك، شو على الشعره بدك اياها؟ لكن لك فكره، خلاص. طيب ودي راستك؟ عمي اموري كلياتها محلوله. زهره متعاطفه مع ابو طمزي، لعبتوا تفشوا اسرارنا قدامها. بوران زهرة ما بتقصد. تقصد بس انت واحد خروق، ما عاد تعرف تخليها تحترمك وتحترمنا بنوبة. هلا مشان شو هالاجتماع؟ فهموني. شوفوا عفيف ما لازم يبقى بهالبيت ولا يوم واحد. ليش؟ لك شلون ليش؟ ما شفت شو حكى لمنال علينا؟ او اذا حكى. لك شلون اذا حكى؟ يعني قصة صريفة، لو ما كنتي مرت عمي كنت فرطت من الضحك عليها. بقطبك 20 قطبة ساعتها. قوم بدي، قومي قومي غادة. ما بيحكي جسمك الا اضرب فتاع. وين الشام؟ طيب هذا وين رجلك؟ تعال شوف. او بدي اشوف ولا شوي. لا تني، اسمعوا لا بدي. امي ما بصير تحكي مع اخي بديع هيك، كيف ما بده يكون اخوه اذا بتضلي قدام مرته بتبهدلي هيك؟ صار اكيد ليش وانت لسه بتقولي له لا؟ ما بصير. امي احترميني، خلي مرتي تحترمني. خلاص احترمتك. اسمع استاذ بديع، بدي تطفش لي عفيف اليوم قبل بكره. وشلون بدي طفش لك عفيف؟ بتشوفه كل ما طلع من البيت بتخلي الاولاد يدقوا له على الفلكه ويلحقوه، وبتخلي هاني بتعلمه لهاني يقول له هي بدي باجي شيتو شو اسمها؟ تبع يا اي او يا صرما يا عتيقه. ايوه وبعرو لايك لايك بوران لا تكوني حقوده، الرجال انصلاح وتاب، لكن معقوله يتبرع ب 100 مليون للوقف؟ ما تكون صفيت نفسه؟ لك ان شاء الله ما افتكرني صدقت شغله الوقف هي اللي اخترعها عفيف، هذا كذاب. يا سلام. ما بكون بوران اذا ما نشفت دمك يا مقوص. شلون؟ برلون لك نادي له رد بحره وبحره ليك ليك لعيوني. ما تتأخروا. ايه طلع منين طلع لي هذا؟ هاني ما بعرف. بيظهر عفيف ناصب له شي نصبة باعت ورق ابو نجيب. عفيف ما مانو نصاب، رايحين على المغفر يعملوا محضر تعريف انه ساكن هون. ليش مو مسافرين انتو على ايطاليا؟ اجلناها. اجلتوها يا ربي ما اجلتها. اوه اولي بابي عشقها والقفو وقول
هويتها واهلها ما هي رضوه ولا كل ما اشتق اليها اروح وافتح الباب عليها. عرفتي ليش عم تبدل القفه؟ حبيبتي نحن عرسان وما حدا لازم يكون معه هالمفتاح غيري وغيرك. وابي؟ شو بو ابوكي؟ ابوكي مانو غريب، بدق الباب بنفتح له، بعدين بنهايه المطاف هي الغرفه بتضل غرفته. ابي بدق الباب ما بيتحشطحش. بعرف انه ما بيتحشطحش، بس بركي شي مره فكر انه نحن مالنا هون وفتح الباب علينا من غير ما يدق. ويفكر مالنا هون ويفتح الباب، شو هالشغله يعني؟ لك لك شو هالشغله؟ تعالي عندي. ايه صهري شو ايمتى وين اذا الله راد؟ على ايش؟ على السفر على ايطاليا، هاي لك مشرف عندي شهرين هلا. انا اتصلت بالجامعه، قالوا لي اني ممكن اقدم الامتحانات السنه الجايه، مو ضروري هاي السنه. قلت لحالي يا ولد حط مصرياتك بجيبتك احسن ما تبعزقهم هون وهون. وبقعد هون وبدرس على مهلي وبرواق. مظبوط، تعال، المفروض تدبر بيتك يا صهري. دبر بيت؟ معقول هالحكي عمي انت بترضاها؟ معقول انا ما رضيت اسافر على ايطاليا مشان ما بعزي مصرياتي هون وهون، اجي اخر شيء يحطوا الاجار بيوت؟ ايه انت ما بترضاها عمي، وحي منا. انا ما برضاها، طيب وانا شو بعمل؟ شو بتعمل؟ لك انا كسر ظهري بكسر ظهري ونعم نام بالمطبخ. طيب يعني والحال وين بدك تنام؟ ما بعرف، انت وين بتريد؟ نام بحضن ام هاني. لا، انا ما بحب كون عالي على مرة بنوم. هاي المرة اللي عم تحكي عليها عندها بيت سياح مياح، اصلا هي ما بترضى تعيش معك عيشة مثل عيشتك. لا بايدك. طيب امنا وصدقنا ام هاني لبين ما نتجوزها وين بروح؟ بعدين بجوز تمطمط لي اياها شهرين ثلاثين. ذكري ام هاني انا اطبق لك اياها. لا يا صهري زعلت منك، وينك؟ لا تفكرني انه انا بنكش بزبالي وحاطط على صدري وردي، طلع بي انا بطبق بلد مثل ما هي. قديش تاخذ معك العملية كلها؟ يعني بس اصبرني شي شهرين. أنا مستعد طبق لك يا بيومين، شاري؟ إيه شاري. وورق الإذنامة مين بده يطالعهم؟ الأوراق كلهم جاهزين، أنا طالعت لك إخراج قيد إلك ولو لا حكم علي، وكل الأوراق اللازمة. طيب ليش هو ما إجا فاتحني بالموضوع؟ قال لك أحلى من تمك أحلى. خايف تكوني مو موافقة. إيوه، إلي 10 سنين موافقة، ليش خايف؟ أبصر. على كلين ألف مبروك. أب منال؟ مبروك يا ابو منال، انت صرت عريس وانا كسبت الشرط. مرهون اذا حدا سال عني انا راجع بعد الساعة. خير ليش وين رايح؟ مو شغلتك. حاضر دكتور. عفيفو يا خليني. ضل عايش اي شيء؟ امتى بدي اخلص منه هالبقره؟ انا ما بيكون اسمي عفيف اذا ما بعلبه بعلب بلوبي. رجعي ليك شوي، رجعي شوي، اوكي رجعي. لا تخافي لا تخافي، تعال لك تعال تعال حبيبي تعال، لا تخاف ما راح انفخك، انت منفوخ خالص. تعال تعال امشي معي، راح نفسك المره. شيل شيل تعال شيل تامي. لحظه لحظه شو هاي؟ ايه هاني وبعدين معها؟ شو بعدين ما بعدين؟ احمد ربك اني انا منعني الدكتور اضرب بايدي، ولكن طلعتك كف خليتها بثلاث سنين ما تاكل الكعكه، لك انا هاني مو حي الله. وهيك هيك بدي امي. بدك امي؟ وهيك وهيك. فوت قدامي لشوف، فوت قدامي يا امي. يا امي انتي روحي على المطبخ، روحي رجال. عود انت شو بدك مني؟ بدي عقدك وجننك لانك اخذت مني منول. اخذت منال ومشي الحال، شو بقدر بعمل لك يعني؟ طلاق. طلاق؟ يا طلاق. طلاق بس بشرط. شو هو؟ بتقلي مين علمك تعمل معي هيك؟ خالتي بوران. اسمعوا لها شو؟ بتشيل اسم عفيف وبتحط محله بوران، بتضل بتغني لها لشهر بتطلي. شو قلت؟ انا ما بقدر بغير، بس بألف لك شهر جديد. ألف؟ بدك تقول لها بعرو بعرو؟ ايه. ويدقوا لها الولد على التنكي؟ يدقوا لها على التنكي. بتطلقها؟ بتطلقها. وعد شرف؟ وعد شرف. كتير؟ كتير 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 كتير. قديه يعني؟ لك قوم من خلقتي، قوم ورجيني شو بدك تعمل مع بوران، تحرك. طيب. بوران
الاولى لعملت لك غنية جديدة يا بوران ويا فرقة ولي بدك ديك يا ارقة ولي بدي اكتب لك مكتوب لا في حمر ولا ورقة خلاص ولا بعرو بعرو انا بعرف حبيبتي كلياتها اليوم وبكره اهلا وسهلا شرفي شرفي اهلا وسهلا لهون وسجاجات وكلاب يعني شرفي شرفي مشكلتك محلوله تفضلي لعندي على قفصك الذهبي اهلا وسهلا كانوا ذهبات يا حبيبتي القفص بسكانه مو بطبانه اجا بدر اتجا لك حلي عنه بقى حلي ما بقدر بدي فش كل غلي فيه لك الله بعت لك ياني بالوقت المناسب لك انا لا اقطع انا لا بتفتي الارض كلياتها ما بتلاقي مثلي رجال بكنوس بمسح بجلي بقطب بطبخ برايق ايه وبتجيب اغراض من السوق الشغله الوحيده اللي لازم انت تعملها ما بتعملها لك ها طقناي حبيبي يا نور العين شو يا مور؟ حفيف جايب معه وحدة وجاي ما عجبتني شغلتها أنا لا مثل كأنها مرته أمي هذا شو بده يلحق على كل نسوان البلد صار مشطب له على شي 20 وحدة وما حط له خراس ولا مو قصدي أمي مو قصدي صار مخاطب له شي 19 وحدة وما حط له بدي إياك تراقب لي إياه بتعرف لي شو عم يصير بدي دكه دكة العمر عند أبو نجيب إذا بيصح لي أدام أنا ما بص طيب مطلوب مني أمي بتروح الشركة شي لا سابق رايح لا لك يعود لك أم الحديثي بتروح الشركة وبتعرف شي شو اللي جاب عفيف لهون شو اللي وصله لهون أمي أنا ما بعرف شك شي بس يعني إذا بدي روح شو الفايدة شو الفايدة بتروح بتشتغل لك شغلة بدل ما لك قاعد ومرتك عم تشتغل أمي لا تحكي لحك بنوبة عم اشتغل على مكرو الواردية الثانية منيح لبين ما توصل وارديتك بتشوف وبتنفذ لي هالمهمة ماشي أمي تبريني عمي نفت لي دق لشو قامت أمي بدربي مدور بحر عين الغد زهور يا قرت أمي بدربي ورون أي دمور بحر زهور يا قرت أمي مامو لا بدي ليش بكرهوك؟ عامل معه شي مو كويس؟ لا حسد وغيرة وضيقة عين بوران كان بدها تجوزني بنتها وأنا رفضت قامت حقدت علي وليش رفضت؟ رفضت لأنه بنتها حاطة عينها على بياع البطيخ هذا اللي تزوجته لك مو بس هيك طالع علي إشاعة إني أنا بدي أتزوجها لبوران تصوري أنا بدي أتزوجها لبوران قبل ما ياخذها أبو طمزي معقولة يا تحكي أنت بدك تتجوزها إلها وهلأ طالعين لي بإشاعة جديدة كمان إيه قال شو أنا تزوجت واحدة بالحارة هون اسمها منال شو هالناس هدول مو معقول ما لهم شغلة غيرك شايفة على هالشغلة عقدوني شرفي ليش جايين على بكير؟ ما في شيء امي خدمونا مش على حوار خدموكم بقصد مين؟ التموين مرت عمي خير شو صاير؟ ما في شيء لقطوا عنا جنزات مقربة ولي انتو دخلتوا شيء بالموضوع؟ لا امي الحمد لله نحن لا بنحل ولا بنربط لا بالاتصالات ولا بالانكسارات وصار فيها دك ولا انقضت بس بختم الشمع الاحمر شو صعبت اللعنه واللي ندك؟ وقديش سكروا المحل؟ شهر امي يعني عنا شهر اجازه اجازات ما في واليوم رياحه بس بكره شغل ها وين بدنا نشتغل اقري قصي مليانه هي الجريده شغل شو امي صايره عم تشتري جرايد ما في بالعاده بس هي الجريده شي اعلانات بيوزعوها ببلاش بوران ما عندنا زيت نجيب قنينه من دكانه ام هاني ام هاني بشهر العسل كل لسه ما فتحت قالوا شهر عسل قال شهر عسل قال ورحنا جايين شفنا ابو منال غاطس بحاويه زباله بدري شو عم يشد من كعبه قال شهر عسل معناته غسل البطاطات قبل ما ارجع ليش غسلهم انت ولا ما بتقدر تكمل معروفك للاخير لك انا خلطوش المرت تبعك انا روح تعوا يا بنات بدي اعزفكم لا تقول على جوزي بدي اعزفك في بيت انت عزفت وجوزي المدحنة شو هلا بأذيك بدي على المدحنة وين؟ زهرة ليش هيك عم تحكي مع جوزي؟ امي وين المدحنة؟ المدحنة مو هون فهمني شو بدك منه شو بدي منه؟ كل خير على اساس يستناني على الموقف من ساعة مشان يستلم مني السيرفيس وما اجا بعته بمهمة عاجلة
عاجلة ولا آجلة؟ شوفي بوران، أنا ما عاد أقدر أقعد ورا دركسيون بنوب، صار لي من الساعة 6 الصبح ورا، حرام عليكي، دخلت أنا دخلت. يا عمي زمروا لك الركاب أحمد. لك إيه إيه جاية. لك ولاية. لك إن شاء الله بيزمروا على أبرق. لك روح وصلهم، صرعونا، صرعوا الحارة. شوفي مرت عمي، ارواح الناس مو لعبه بنوب، انا صرت عم بخفى عم بكبي ورا الدركسيون، خايف اعمل شيء اكسدام. وحتما اللي تسرقك. روحي جيبي لي شهادتي، رح اسوق انا عنك سفره سفرتين لبين ما تنكسر ناقوستك. لا بوران خليكي مرتاحه، انت مو ناقصنا بلاوي، مكسورتك عن الغله زي بعدك حما. ايدك. شايف يا بعد شو حما، شو ما فيكم تستنوا؟ يلا يا اخونا، اذا نازل تتغدى كنت عزمنا معك. هذا ناقصني عزمك معي على الغداء، يبعث لك حما، خذ الميكرو وروح، الله يتوب علينا من هالمصلحه. جاي وينك بورا؟ اذا اجى بديع قال له يستناني على الموقف، لا يتاخر. ها لا جاي. فيفو ليه عم نضل قاعدين هيك مسكرين على حم الباب؟ طولي بالك حبيبتي، طولي بالك، بس لا تعتم العين. من شو خايف؟ قال من شو خايف؟ قال ابوكي بيكون طاير العقل شيته هلا، بركي بيكون ناصب لنا كمين وعنا فيه. رح موت من جوعي. خلاص إليك علي ما تقبلي تتعشي بأحسن مطعم. مطعم؟ أساس معك كتير مصاري للمطاعم. عفيف بيفقس بالهواء بيزيد مصاري. يا بابا شو السحر؟ لا مو سحر، بس دائما في مخرج. مثلا 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 يعني شو بتعمل هلا؟ هالسلسال اللي برقبتك قديش بيسوى؟ شي 7000. ايه خلاص منبيعه. بس هاد هدية من البابا. حبيبتي بكره بجيب لك واحد احسن منه بعشر مرات. يلا قومي قومي غيري اواعيكي، خلينا نلحق الساغه. يلا تحركي شاطره. بدك بايدي عسلولو. ايوه امي يا امي. يا بدي لهلا سبقناك بالغدا نحن. منيح ما استنيتوني امي، تغديت احلى غدا انا وعاطف بيك. شو اخذك نحن عاطف بيك؟ انا بعتك على الشركه شيتنا سابقا. امي اجت هيس 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 امي مو طلع عاطف بيك هو مدير الشركه تبعنا سابقا؟ شو هالحكي بعرفه؟ لك شو عرفني ما عرفني؟ ما انا اصلا اللي عرفته على غزاله. انا اللي عرفته على غزاله. لا مين غزاله؟ لك مرته. هلا بتحكي لي بالتفصيل. سرقت مملحة عني. لك ايه روحي انت وياه على وقتك. هيس هيس عجلي ابو طمزي بعد الاكل الناس شو بتشرب؟ كاسة شاي. اجلي خلص جلي والحقني فيها. يلا اني سرقت مملحة. ايه ابوك يا الزفا. احكي لي لشوف. هات لشوف. مي هذا عفيف صابه مثل ما صابنا عاطف بيك، راح حط له بنته هي اللي شو اسمه؟ ايه اسمها سالي، راح حط له اياها طعم على اساس يلزق. لا على اساس يجوزه اياها. لك ايه المهم عفيف طمس مثل ما انت طمستي. انا ما طمست. لك انت طمستي ولا ما طمستي؟ المهم الله لا يقيمه اكل خازوق مثلنا. يعني عاطف بيك نصب عليه لعفيف؟ عاطف بيك قلعه مثل الكلب يعني مثلنا. ايه الله لا يقيمه. امي مو هون القصه، القصه اجت. سويت لكم شاي كثير طيب. بدي بعد شوي. لك انا وصيت ابو طمزه، شو اللي جابك؟ قومي. ما في فرق مرت عمي بيني وبين ابو طمزه. ارجعي عرضك تعفي. شو بك مرت عمي؟ ليش هيك عم تقلعوني؟ شو القصه؟ عن جد شو القصه؟ فهميني مرت عمي، عيب عليكي. بعدين بحكي لك. عن جد بوران شو القصه؟ خلصنا بعدين بحكي لك. بوران عيب عليكي. خلصنا. عمرتك شو طفشه؟ مشان هيك بحبها امي. المهم نرجع لحديثنا. وعندما حل الصباح لا امي، لما عاطف بيك دري بهالقصة جن جنونه، لانه عفيف تجوز بنته خطيفه وحلف اذا شافه ليقطعوا شقف وكباب وتحته بيواز. وعاطف بيك حكى لك القصه كلها؟ مين لك ولك رد يردوا عليك البلاطه؟ غزاله. بس لا تجي بيصير قدام زهره امي. وين حكيت لها؟ عزمتني. هو عرف انه عفيف ساكن عنا هون شيء؟ لا امي انا ما رضيت احكي له لحتى شاوري، بس سمعت لي خبر من غزاله بيطير ضبانات العقل انه يمكن عاطف بيك يتقحط له لانه ما رضيت تتجوز وهي حتى كتب لها حصه. ايه غزاله بس مو رزاله. لكن اما لساتها بتحبك كثير كثير كثير. قد ايه؟ لا بتحبني ولا شيء، ما معي ولا فرنك امي. بعدين انت ليش عم تسالي هيك سؤال؟ لك بديع
إذا أحطت لعاطف بيك ليش ما بتسلط محله؟ لك شو هالحكي اللي عم تحكي أمي؟ لك طبقها لبين ما يقون الأوان ويزحلق لحاله عاطف بيك. ما بقدر أمي، ما بقدر، أنا بحبها للزهرة، بحبها. لا تكون حمار، أصلاً ما انقطع رزقنا إلا على وش القرنبيط. أنا بحبها. مين هي اللي بتحبها؟ نزلت القرنبيط. يا على هالسهرة الحلوة، الواحد بعد ما له نفسي يفوت على هالبيت. ليش خبطت الباب خبط؟ مشان إذا في حدا فايق يحس علينا. ليش؟ بصراحة أنا ماني متعود أفطر نواشف وحواضر، أنا متعود أفطر لحم لحم. هديك زعجني صوته من وقت اللي جيت. على هالنوم تبعك قومي دلي. شوفي وين القهوي؟ لك اني قهوي؟ لك الديك الديك ما عم لاقيه. وين راح يروح قتلي؟ شو بعرفني، دورت على البيت شبر شبر ما لقيته. حدو الجنم، اصلا انا كنت بدي اذبح وما في الا نافش ليري شو عملت مختر على الفاضي. بوران انت انت تكسيري تتعاملي معي باحترام؟ ها على ايش؟ لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل. مو قضية ماضي وحاضر ومستقبل، بس انت من وقت ما رجع عفيف تغيرت احوالك. شو قصدك؟ قصدي ما الحب الى الحبيب الاولي. انت رجال انت. ايه ومن بعدك تموت الرجال. لك انا الرجال. مو عيب لك ان تحكي على مرتك هيك. وانت مو عيب عليكي قلبتي لي خلقتك من على بكره ومو طايقه تشوفي منظري؟ لك ما بتعرف اذا انا ما شربت قهوه ما بتتفتح عيوني، بيتعكر المزاج شيتي. ايه رح اسوي لك قهوه. لك رح اسوي لك قهوه ودير حالك كذاب لورا الباب وشوف اذا بتتغير احوالك ولا لا. روحت بعت لي بديع بطريقك. ميان خلي بديع يكلم امه. خلي بديع يكلم امه. قوم بدي قوم بعت وراك. شوفي شوفي قوم بعت وراك. مين يعني؟ رومي سعلة بالصحراء. شو المخطط الجديد البراسة؟ ما بعرف. ما بتعرف؟ وين بعتتك مبارح بدي؟ اللي وين بعتتك؟ اللي وين بعتتك؟ اعترف اربدي. ما بعرف. لك شلون ما بتعرف؟ من مبارح ما قدرت تحط عينك بعيني. وين بعتتك بدي؟ ما بقضي ما بقضي. ما بتقدر؟ صدقتك البعيد. قوم شوف شو بدك. اي نعم. لك نعم نفسي بقى. رح نام يلا قوم. بس عرف انه عيني مفتحه عليك منيحه. بعرف انه عينك مفتحه بس علي مفتحه. يلا قوم. ما بغضي ما بغضي. صباح الخير امي. ما تخلي النوم ولا تشربي نوم. نام تقدرني عاوز. هاي القهوه. يسلموا ايديك. ابن عمي ما بدك تجيب لنا خبز انت؟ عنا نص ربطة من امبارحة. بدك يانا ناكل خبز باين؟ لا، هذاك الخبز من كبه لك هذا. لا ما من كبه ولا شيء بنسوي فيه فتوش، روح تقبرني. جيب الخبزات لبين ما انا جهز الفطور. أبا ريلي البيض عيونها، لا تخفيهم خطر. على عيني وراسي تكبشني. وراه لا تحكي هيك والله يستاهل. روح يا لملة براسي الأقرع. روح. قوم يا بديع. عاوزتك انا كثير ضعيف، بتقوم هلا بتلبس وبتروح عند غزالي، تخليها تدبر لك وظيفه عند حاطف بيك. امي يلا بتقتلي من وش الصبح مشان هيك؟ ما بدنا نضيع الوقت تقبرني. امي غزالي بتفيق الساعه 2 الظهر، اذا وصلتها بتخلص الصبح. مو على اساس ضبه عاطف بيك، بلشت لساتها عم ترقص. ضبه بس بالكازينو، امي هو قايم نايم بالكازينو كمان. لك ايه معلش نحن شو فارقه معنا؟ الله لا يشبع بعدين مصاري، هلا تشبع مصاري، لساتها عم ترقص. امي كم مرة بدي فهمك، كم مرة بدي فهمك انه هي ما بترقص مشان المصاري، لا ما بترقص مشان المصاري، هي بترقص شو اسمه؟ هواية.
على كل شو فرقت معنا نحنا؟ ولا عم اقول لك شو فرقت معنا؟ امي انت بترضي هلا انه كنتك تكون رقاصه؟ اه العمى بعيونك العمى، رديت غفلت؟ قوم ولا قوم، اذا المصاري بدها ترجع على يدها. مو بس برضى برقص معها اذا بدها. بفهم من كلامك انه المصاري عندك اهم من الاخلاق؟ لك تروح قتل بس يصير معك مصاري احط لها وجيب وحده باخلاق. لا يا فجعتي فيكي يا امي، مو هيك انت ربيتينا؟ لا مو هيك ربيتينا، نحن من صغرتنا عم تربينا على الاخلاق الحميده وتزرعيها فينا، انا اذا ضاعت اخلاقي ما بغضي، منين بدي اجيب اخلاق؟ من الصيدليه، مليانه الصيدليات، احبو وتعاميك. لا انا مرتي ما مبدله بكنوز الدنيا كلياتها، انا بحبها ما بلعب هذا الدور الدنيء والخسيس ما بغضي. لك طول عمرك فهيم، هلا رح تساوي لي بهيم؟ لك شو بك تيسه؟ لا تعمل لي زوج مخلص، هلا وقت صرنا بحاجتها رح تعمل رجل شريف؟ لك امي زمان اول تحول، الله يرحم ايام الباذنجان والبطيخ، لما كنت انا زنجيل كانت تلحقني مثل الكلبه، اما هلا لما صرت انا فقير بدك يعني الحقها مثل الكهل. وقتها كنت حمار وهي كانت عم تضحك عليه، اعكسها يعني او جهلها. امي انا برفض رفض قاطع، رفض قاطع، مالي ولد صغير حتى تلعبي بعقلي. ليش انت فيك عقل يلعب فيك؟ شوفي ما في شيء ما في شيء. ليش كل ما فوت بتسكتوا؟ شوفي بدي قال بدي يعني روح مشان بدي امشي قدامي لشو. يلا لشو عن اذنك مرت عمي. اذنك معي. امشي قدامي بدي، بدي اعرف شو عم بيصير كمان. امشي لشو بدي. اكيد مثل ما عم تقول انت. لك عامل لك شتم بعيني. لا حول ولا قوه الا بالله، شلون مخبيت لنا كل الشغلات هاي؟ ماني عارفهم. روح لعنا اشرب لك شي كاسه شاي. هلا وقتك وقت الشاي انت الثاني. لا اشي لا لا عيلي بترفع الراس. مين؟ يا عبيد؟ عبيد؟ ما في حدا، هذا جارنا جارنا، رجعينا عبيد، رجعينا عبيد. يلا يلا جاي لعندك. تفضل. خير؟ شوفي سلامة قلبها. وينك يا ابني؟ انا ما جاي لومك، الدنيا اسمي نصيب، نصيبنا واكلنا. هلا جاييني قبل الضو تعمل لي فيلم هندي؟ هلا لا هندي ولا صيني، منال وبنتك تطلع بشكل رسمي. خلاص هلا بنزل انا وياك لعند الشيخ وبنفك العقد. عند الشيخ ما بمشي الحول، لازم تروح معي تكفي كل اوراقك بعدين بتقدم ورق الطلاق. شو فرقت ولا ما عاد يمشي الحال بدون بيروقراطيه؟ لك منال حامل ولازم تكون مسجله كل اوراقها بشكل نظامي مشان نقدر نسجل الولد. حامل؟ انت لحقت؟ ولو دكتور فهمك كفاي. والعمل هلا؟ ما بعرف، بتروح معي على المحكمه يقول لها شغله ربع ساعه، كل التكاليف انا بدفعها، ما بخليك تدفع فرنك واحد. القصه مو قصه تكاليف. لك قصه شو؟ القصه اني انا ما بدي اطلع لها منال. منال ما بدي اياك، اخي وما بدها تعيش مع ضرها. هي البنت اللي جوا ما لها ضرها، هي البنت لها قصه. قصه شو؟ انا تزوجتها لغايه في نفسي يعني. هلا شو دخلني انا بغايه ما وكان اخواتها؟ بكره بتجيب ولد وبتقول لي لغايه ما. ما بجيب ما بجيب. لا تعلن لي قلبي. احسن ما ارعب اقسم بالله. وينك ليك ابو نجيب خليف لعبه رابتك؟ صار انه ما راح يمشي الحال غير لحتى احكي لك القصه كلها. يا بك عم تتبغبغ مثل النسوان، لسه من اول ما قعدت عندك بتقول لي قصه قصه. عمي عود هلا، عود بعمل لك فنجانين قهوه وبنشربها على رواق وبحكي لك القصه من طاطا لسلام عليكم. قوم خف اجرك. انا رايح دور على بيت. ليش حبيبي؟ شو اللي مو عاجبك هون؟ ما في شيء عاجبني، كل شيء مو عاجبني. في شغلات عم بتصير بالخفا، حاسس انه الجو مكهرب ومشحون. هلا ينشحن ويتكهرب ليشفع، شو انت اللي عم تكنطي؟ انا عايش حالة عزلة. شوفي لقلك ما حدا بيشركني بشي، بعدين بديع على عيني وراسي، بس انا ما بقبل بنوب انه يعيش عالي علي. ليش شو عمي؟
شو عمل؟ مو على اساس مستاجرين الميكرو شراكه انا وياه، بطلع انا عليه ورديه وبيطلع هو عليه ورديه، صار لي جمعه عم باخذ الميكرو ورديتين وهو ما عم يبين، عم برجع نام طب مثل القتيل، بعد شهر وين؟ بدي ودي وشي منك، مالي عايز اطلع فيكي. بس انا ماني عطبانه عليك. انا ما بقبلها على حالي. هلا نحن هون مستاجرين ببلاش تقريبا، لا عقد سياحي ولا بلوط، ليش نتشنطط هلا؟ ألف عقد سياحي، أرحم من حكم أمك العفو. أنا بدي أعرف لوين رايح يا بديع شبعك. مو حلوة بتحكي معي قدام أمي بهالطريقة بقبلها، بس قدام صهري مو حلوة. قدام أمك، قدام أختك، قدام صهرك مو فارقة معي، بدي أعرف لوين رايح. خلص روحي هلا روحي، بس أرجع بقول لك روحي. لا هلا بدي أعرف. هلا بدي أعرف. أبو صهري. أهلين. شو؟ عم تاكل شو بتغليش؟ صهري شم لي هيك اللونيه ما حلوه؟ هات لشم زيت كاس زيت كاس زيت كاس. صهري اليوم لا تروح تجيب المكرو انا بجيبه. بالله تاخذ انت ورديه الصبح وتنقلي انا لاخر الليل على الخط ما حسبت بنوب. لا صهري ريح حالك انت، انا اليوم رح اشتغل ورديتي. شو شايفك اخذ ابره نخوه بالعضل؟ لا ما حضرت، انا من عمري صاحب نخوه بس ما عم لاقي فرصه لحتى بينها. انا اخذ ابرتين بالعضلتين. باي. شبك شبك شبك. خرجت جاسوسه. جاسوسه بديع بديع بديع. نرجع لحديثنا. انا هلا رايح دور على بنت. عرفت هلا ليش انا تزوجت سالي وتركتها لمنال؟ لا لا يا دكتور. يعني الله يكون بعونك. هاد راسك لبوشو، نحن ظلمناك. انا كنت متاكد انكم راح تفهموني. يا بس الحق عليك الله يسامحك، اخي كنت تحكي معنا هيك. ما حبيت وجع راسكو. هلا معقولي واحد عنده بد يعني مجنون يا بجوزك يا بالقوي يا باوساك؟ مجنون؟ اي ما مجنون وبس، هذا مجرم كمان. هلا قول لي شو الحل؟ إيه انا بدي اعمل فيه شغله خليه يندم على الساعه اللي غصبني اتزوج فيها بنته، اذا ما بيجي برجلي لعندي وبيقول لي طلقها ما بيكون اسمي عفيف. ما بتقصر. فهمت شو عم بقلك؟ بورم ما فهمت، بدي اعرف ليش؟ انت ما بدك تخلص من عفيف؟ ايه بس شو دخل هاي بهاي؟ لك سالي بتكون بنته لعاطف بيك شباك. ايوه يعني معناتها انت بدك يعني يروح له انه عفيف ساكن عنا بالبيت. ايه بس انا ما بقدر روح لافطر. لك بس ترجع بعمل لك سندويشة حلاوة. ما بقدر على الحلاوة، بلمعوا دراسي. ليش في دراس ليلمعوا؟ لك انا على ايش عم علق؟ مو حاجة تعلق، روح بقى. خبط وش وردك انا، سلم لك عليه. لا اوعى لا تجيب سيرة بنوب. تيسر. الله يرضى لي عليكي، انا هالحاله بنوب ما بتواتيني، بدك تلاقي لي حل. وين القرنبيطه؟ امي لحق جوزي على الشارع. احسن شافي حبيبي عاوزتك بموضوع كتير ضروري. خير ان شاء الله. لك تعال ما بتاجل بعدين. امي يعني انا ما بينحكى قدامي؟ انت رجال ولا خيال صحرا؟ خرسها لمرتك. غدا خاسي تعال. عود هون لشوف. اسمع شو بدي اقول لك. شوفي لا تكون لوح مثل بديع. ايه ماشي بسمعك، بس وينك من هلا عم اقول لك، اذا ما اقتنعت بكلامك مو معناتها تطلعيني لوح مثل بديع. لا افهم يا لوح، نحن صح حط لنا فرصه نرجع شركتنا مثل ما طارت مننا. ما فهمت عليكي. تتذكرها لغزالة؟ غزالة غزالة، هي الفلتانة اللي بتبين على حسن. هلا اذا وحده بتعرف تدبر راسها خلاص يعني صارت فلتانه. شو بيعرفني؟ مو انت دوم الدوم كنتي هيك تقولي عنها؟ المهم مو بديع بيحبها. هيك بيقول بديع، بس بديع كذاب. لك لا كذاب ولا شيء. هلا فهميني شو الموضوع؟ الموضوع انه غزالة قريبا رح تصير صاحبة الشركة. ايه شو يعني؟ انا شو عم اقله لبديع، حاول تطبقها مشان تقحط لعاطف بيك ويتجوزها. ايه وزهرتي يا زهرتي. لك قديمة كثير قديمة، لا كل ما بقول لواحد زهرة القرنبيط بيطلع لي فيها. لك يخرب بيتكم من حالكم، صار لكم أربعة، رح تعرف سوا للنعمة؟ ايه بجوز ما توافق، ما بدك توافق بالأول؟ عمرنا ما توافق، وإذا مو عاجبة تروح تقوش كلاب مع أبوها. ما قصدي على زهرتي يا زهرتي، قصدي على غزالة. غزالة بتموت على بديع. وشو عرفه؟ ما رح تلاقي مثله وين ما راحت وين ما اجت.
بدك ما تواخذيني بوران، مع احترامي إليك يعني، بس القرد بعين أمه غزال. فشرت بنص عينك، أنت القرد مو هو. هلا شو بدك مني؟ بدي تلعب بعقله وتقنعه. اقنعه؟ ليك؟ وين بديك؟ تبقي حدا إن شاء الله، روحي انقلعي البيع، خذي الباب بطريقك، يلا. لك روحي جقرا. يويو. نرجع لحديثنا، كنا عم نقول اقنعه. ايه اقنعه. فضل. ما بكون عاطف بيك اذا ما بخرت اخرت. طول بالك عاطف بيك، شو بدك تعمل؟ هي اسمتها. شو اسمتها؟ انا ما في شغله ما خليته وما سويت مشانها. طوبت لها اللي بملكه واللي ما بملكه، وبالاخير بدها تكبل لي مي بارده. هذا الباب تبعه. عفيف يا عفيف يا سهري. عم بيقول سهري يعني لا دخل لها من الواقع. ما قلت لك البابا طيور. يا ملعي وين اختفيتوا؟ معقوله يعني انتوا؟ بابا 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 كنا خايفين ترفض. وليش لحتى ارفض؟ يعني موافق عن جد عاطف بيك؟ طبعا موافق. لو ما كنت موافق كنت شفتوني هون. صبتي معناتها خلينا نروح على الفيلا تبعنا. طاق قلبي من هالبيت. خلينا نروح على الفيلا تبعنا. هنا فيلا هنا بطيخ بصمر. لسه في عنا فيلا. يلا شو قصدك؟ غزالة أكلتني لحم ورمتني عظم. رمتك عظم؟ باطل. هددت بيت الطاعة. شو عم تحكي؟ مع خمسة مرافقة ضلوا يدقوني قتل، ضلوا يدقوني قتل، حتى بقيت إلا ولا تطلق. بقيتها؟ وين بدك تروح بالعالم؟ يعني وين بدي أروح؟ مين اللي غيركن؟ ها؟ نحن ما عنا غير غرفة واحدة ويا دوب بس عنتنا. بنام قدام الباب. لا يا بابا نايمك بعيوني. بعيوني؟ اوعك تكوني مفكرة في شقة مفروشة بعيوني. خليه يروح يدبر راسه. عم تطردني يا صهري. شو انا فاتح لك يا ما هو عجزة؟ كنت تذكرني لما كان معك مصاري، ولا جاي تناديني صهري؟ عفيف ما بسمح لك تحكي مع البابا هيك، فهمت ولا لا؟ المرأة المهذبة لازم تحكي مع جوزها بشكل مهذب، فهمتي ولا لا؟ ما فهمت. بدي اخلع الرقبة تبعك أنا. خلص خلص ما تتخانقوا مشاني، أنا ماشي. بابا 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 خليكي شوي، أنا رايحة معك. لا يا بنتي، خليكي مع جوزك، تهج راسك. اللي ما بيحترم أهلي مو جوزي أبداً، أنا رايحة معك. لا يا بنتي، جوزك أبداً من أبوك وأمك، خليكي عنده. ما بدي ضل عنده ولا دقيقة، بدي روح معك. بدي روح معك، بدي روح معك، وين بدك تنبري معي؟ أنا ناقصني هم فوق همي، خليكي مع جوزك. قال لك انقبري على جوزك؟ الحقيني. عم قل لك ما فتت لجوا. إيه؟ لسه ما لحقت قصال اللي قلت لك الباب انفتح وانسفح بين رجلي عاطف بيه. بوشك على موقف السيرفيس بتربط هنيك لبديع، بتقله يترك كل شيء من ايده ويجي لعندي فورا. حتى تعرفي انا قديش مهم، صرتي عم تكلفيني بمهمات، انا خرطوش المهمات شي. اوام رملان بسرعه. شبه لسه ما رجعت؟ ما بكون بوران إذا ما طبختك بوران يا عفيف. أنا هيك عجبك عجبك ما عجبك؟ طلبي الطلاق. يعني مو سائل عني؟ هلا بلا رومانسيات. بعدين بدي اياكي تفهمي شغلي، طالما أنت عايشة معي هون بهالبيت كلمة الله بدك تشيليها من قاموسك بنور. أوكي. إذا أنت أبوك بده يجي لعندك وهديك أبوها بده يجي لعندها، إبي الخرب البيت شيتي أنا، بدي ربع الصفا مصاري ما بلحق لكم، أنا فاتح بيتين. مين هديك؟ منال. مين منال؟ مرتي الأولانية. متجوز كمان؟ إذا ما عجبك طلبي الطلاق، بعدنا بأول الطريق، قبل ما يصير عنا أولاد بكرة بتقولي لي خدعتني يا غشاش يا مجري. أنا واصل مشوار وراجع. لعندها. لا لعند غيره. فاضي عذر رشيتك
قطعوا لي بالك امي، شو علقانه بخناقه بالحاره؟ مالي علقانه بخناقه، خلاص قربوا وتعبوا مثل ما بيقولوا. من سنه لخمسه متعتي، ومن خمسه لعشره وسيلتي، ومن عشره لعشرين نكبتي، ومن عشرين لثلاثين لجارتي. امي علي باربعين. روح تضربوا، ما بتفيدوا الاصبع المجروح ولو خنق. امي موافق خلاص مثل ما بدك بصير، بس على شرط ما تطلق زهرة. ماشي لا تطلع، اذا بتوافق غزالي انا ما عندي مانع. ماشي قوم روح. تقبرني ها هيك بدي اياك مثل جدك، طالع لجدك. كان ينضرب المثل فيه الله يرحمه، طلق اربعه ورمى الأربعة وموت أربعة، ما كان يترك مكان شاغر أبدا. كلها نسوان بلا نتيجة. شلون بلا نتيجة ولا؟ وين الخال؟ وين الخالات؟ وين أولاد الخالة؟ وين أولاد الأخوار؟ لا إذا أنتوا 12 شلون؟ إذا 12 لازم تكونوا على القليلة 12. أبي الله يرحمه ما كان يجيب أولاد. طيب إذا ما كان هو أبو، إذا ما كان أبو، إذا أنت شلون؟ لك تضرب بمنظرك جوز أمي، بس كان بمثابة أبي. أبي الحقيقي أنا ما بعرفه، اتجوز أمي وسافر على البرازيل، بعد دخلته بسبع دقايق. قطعت أخباره. لك لا، اتجوز هنيك وما عاد تعرف علينا. طب بيعرف حاله بده يسافر بعد سبع دقايق، ليش هيك مستمع كل هالقد؟ ضروري بزري. لازم نقول لأمي نايمة منفيقة؟ ايه منفيقة، ليش منفيقة؟ نحن المنفيقة. تعي فيها. اي بعد تحملي تعمل او الدقة شوي اختي. امي نومة خفيف بتفيق بسرعة. وليش هلا ما فاقت؟ لما بدنا اياها تقنومة او الدقة لشوف. يلا زهرة شو رأيك نستنى كمان شوي؟ احسن احسن. ايه مشان بكرة امي تقول ليش ما خبرتوني. لا حبيبتي ما بمشي الحال. ما تعميها ما تعميها ما تعميها ما تعميها ما تعميها. ولك سنة كاملة ما حدا منكم دق علي الباب وبعد نص ليل حبكيت. شو بدك انت وياها؟ تعمي بديها لهلأ ما اجا. شوفي يا رجال بيكون عم يلعب طرنيب هو ورفقاته. مرت عمي بديع ما بيعرف يلعب طرنيب. بيكون عم يلعب طاولة زهر. مرت عمي بديع ما بيعرف يلعب طاولة زهر. شطرنج ولا حمار بنوب بدك تعملي لي اياه؟ امي وشفيه كمان ما رجع. عمرينه ما يرجع. استنوا لساعة تنتين، انتو التنتين بعدين دقوا علي. خلاص حبكيت احترقت اللمبات رقواتن. وليه كأن امك مخبي علينا شي وما بدها تقلنا اياه. مثل شو؟ ما بعرف. تكون مشغول بالها على ابنها لو ما كانت مطمنة. لك اكيد مشغول بالها، بس ما بدك تبين لنا مشان ما تزيد الطين بلة. لا مشغول بالها ولا شيء، ما شفتيها شلون طالعة ومشقرة وما عم تضوي. هلا شو بدك بامي؟ خلينا بشفيق وبديع. معك حق، خليني نفكر. شو عم تعملها؟ شو بدنا عم نعملها؟ عم نستنى بديع وشفيق. شو مرت عمي خير في شيء؟ لا ما في شيء، بس ابو طمزي اجى على باله يشرب فنجان قهوه، هيك طلع على باله. قهوه بعد نص الليل مرت عمي. شو بدك تعملي؟ الرجال ما بينحزر له. طيب امي قومي اعملي لحاله ضروري فيقك مشان فنجان قهوه شيء. جوزي وحرفيمي فيقك الك شيء؟ انا ما صدقت وصار له عين يطلب مني فنجان قهوه. لعنة لا يطلعوا لي انتو. مرت عمي انت بتعرفي وين لبدي؟ شو بيعرفني؟ بس اكيد سهران عند شي حدا هو وشفيق.
وليش بقى كل قد متأكدي انه رايحين سهرانين بشي محل؟ بركي صاير معهم شي مرت عمي بوران. إيه لو صاير معهم شي لا سمح الله كنا درينا، كان اجانا خبر يا من المستشفى يا من المخفر. فوتوا ناموا انتوا فوتوا. انا مالي نعساني، بدي استنى شفيق ليجي لحتى نام. انا ما بنام ليجي بدعو، ما رح نام ما رح نام. قوموا فوتوا انتظروهم بغرفكم، مو ضروري كل ما فتت وطلعت بدي اعمل فنجان قهوه تشوفوني، ولا بدكم تقعدوا لي عالداد هون؟ ايش بدك تعملي كمان؟ ابو طمزه فاتحه قابلته على القهوه، بقول له لا يعني. انت ما بدي فوت وانت ما بدي برجع، انشغل بالي عليك. انا حر انت ما بدي بطلع. كنت عندها ما هيك؟ لا ترفعي صوتك بوشي وبلا كثر الاسئله، بعتبر حالي صوتك انا ما عم بسمع. بدي بابا. شوف على السوق وين بدي اكون يعني؟ عالدوار عالخط، الدوار عم يدور ويلف مثل القط. حاسس حالي كأني لساني بكره تاكلي مطعم. ايه بس مو هيك تاكلي مطعم خط حبيبي. اسألي فيي شفيق اذا مالك بتصدقتي. ما في داعي اسأل لا شفيق ولا حدا تاني، انا بحياتي ما شفت شوفير متطقم ومتبرفن هيك. قانون جديد طلعت وزارة السياحة قالت شو؟ قال مشان مصاري الفلاح. مظبوط مظبوط. شو شايفني هبلة ولك بديع حتى تقلي انه وزارة السياحة بتطالع هي قوانين؟ وزارة السياحة ما بتطالع هي قوانين حبيبي. لا لا بتطالع، والشرطة بيخالفونها اذا مو لابسين طقم. اي لك شو شايفني انت؟ انا بعرف شوفير بيرجع على بيته مهدود حيله مو مزعزع، شو بك انت جاي هيك اليوم؟ انا كمان مهدود حيلي، ليك شلون عم ينهد مالي احسن وقف على رجلي. انا اليوم بدي اهد لك حيلك يا بديع، فهمت ولا ما فهمت؟ انا بدي اهد لك حيلك. امي امي عم تطي قلبي قلبي قطع قلبي. اولي اثنيناتكم سوا على الخط؟ ايه اثنيناتنا سوا، واحد عم بيحاسب والثاني عم بيسوق. ايه عمره ما ينشغل، ارتاحوا شوي. لك شلون نرتاح شوي؟ يا غادة يا روحي شلون نرتاح شوي إذا ما وصلنا الليل بالنهار بالجد بالكد بالتعب بالعمل؟ ما بنقدر نحسن أوضاعنا بنوم. ايه الله يعطيك العافية ابن عمي، اشلحها وعيك وارتاح. لا رح ارتاح بعدين بشلح أوعي، تصبحي على خير. ما ارتاح. في علي شو عم يشقى؟ بدديعوا افتحوا، لك افتحوا. صباح الخير مرت عمي. صباح النور على البنور، صباح الفل والياسمين. رجع بديع؟ رجع. فيقي خليه واقفيني عند المطبخ. ايه ما بقدر مرت عمي، رجع الساعة 5 يعني ما صار له نايم غير ساعتين. مو ضروري النوم، عاوزته ضروري. فيق لك يا بديع. بديع بديع. ايه قول يا لبن ما يا عيون الناس محبوبي هالكل بديع حجي تعال. صباح النور. صباح النور على البنور حبيب قلبي. صباح الفل. شو بايدك؟ ما في حاسبين ولا ما لمعان وقعد مع التخت. فرجك كم مره قلت لك نام تحته للتخت؟ هات احكي لي شو صار معك. امي هدية ليلى شوف زهره رجعت نامت حاكم طول الليل ما نامت تقعد تعمل علينا التخت. سيبوك تروي حاكم تفعش مناخير عبي كل شاردة واردة. يلا بديع لك
كسرت لي عفيتي تعب. لك بطل هالعادة تخفى وين ما كان او ما نمت نومي بلا قومة. قلي لك احكي لي. رحت عند غزالة. حلو. لقيت عندها عفيف وشفيق. شو عم يعملوا عندها؟ شو عم يعملوا يعني امي مثل ما انا عم بعمل بده يطبقوها. يخرب بيته ما خلوني اعرف احكي مع ولا كلمة. قلت لك شفيق قاعد عم يحكي لها من النكت القصيرة البايخة تبع واحد شرب قهوة عم يتشدد. وعفيف عفيف عفيف بليب عفيف قاعد قدامه عم يستعرض عضلاته مثل ستيف ماكوين. كل ما مرق واحد قدامه بيزوره وبيهمهر عليه. مين بده يمرق من قدامه بالمكتب؟ مين؟ مو بالمكتب حسدنا عندها بالكازينو واحد بدنا الوصلة. ولا من المصاري؟ امي هذا على حسابها. انا بفرجيه رايحة عند شفي رح ازحلق لك ياما. قومي قومي غدا قومي افتح الباب قومي شوفي مين هي. يا بنت عمي يا ابو نجيب. مامي ما بيعرف ينام هون. قلبي حبيبتي روحي قولي لي بيض عيون ابو طمزه هيك جاي على باله. بس اغسل وشي خمس دقائق. يلي بدك يا غسلي لي بدك. بدك تروح وقتل على العاده حدا بينام على الواقف. روحي لمين طالعه انت واخوكي. روحي امي ليه عم تخاني. لك ايه روحي بيه عليك بيبي. بس ليش لك يا عيب الشوم عليك. انا وثقت فيك وحكيت لك على غزالي بتروح بدك تخطف اللقمه من تمنا لو اجت من ايد غريب. ما بنحكي شيء بنقول غريبه هذا. ايش فرقت انا وبديع واحد؟ لا فرقت انت عم تعطل عليه لبديع. انا عم عطل على بديع؟ ليش ما بتقولي بديع هو اللي عم يعطل علي انا؟ لك يا دب يا دب بين بديع وغزالي في علاقه حب في قصه حب علاقه قديمه يعني. بس انت من جديد عم تاسس بتتعب هيك. ايه لا ما بتعب لانه غزالي ما بتلبس جرابات عتيقه. وشو دخله بديع بالجرابات؟ غزالي بتبدل الرجال مثل ما بتبدل الجرابات. وبديع بالنسبه لغزالي فردة جرابات عتيقة، أنا فردة جديدة. شوفونا بغضب عليك إذا ما بتحل عن غزالي، بتقوم بوشك بتاخذ السيرفيس وبتروح على الشغل، أحسن مالك قاعد، فهمت يا دب؟ إذا بشوفك في هالبيت بدون شغل بقلعك، فهمت؟ يلا. حاضر. أنا عايز الكون، أنا عايز الكون مش عادي. عالم مجنون نون نون انا عايز الرتبه. تعالوا شو بدك شو في؟ روح نادي لبديع وتعالوا عندي. خير ليش بدي نادي له ونجي لعنده؟ في موضوع مصيري حابب احكي فيه وبلا كتر اسئله تحرك. بديع يا حياتي حياتي مغمره انا يعني عايش كم مرة. ما احشي ما ينفعك الدب بده يانا. ما بقدك ما بدي. تعال وبلا ما بدي. لك ايه ما بدي ما بدي ما بقدك. انتي ما قلت لك ما بقدك. تقدر تقدر. اعملي لنا قهوة. ما في عنا بنت. اعملي لنا شاي. ما عنا شاي. اعملي تمارين سويدية بس اطلعي من خلقتي روحي على المطبخ امسكي. خدي الباب بطريقك. شو بدك؟ يا شباب انا تفاجأت امبارح بوجودكم. ونحن كمان تفاجأنا بوجودك. هلا اختصر انا تأخرت على شغلي. نحن عم نطالب على بعض، مشان نلغي هالمطالبة لازم حدا يتخلى للثاني. تخلى انت؟ انا بتخلى ما عندي مانع، بس كل شيء له ثمنه. بتتركوها بدفع لكم، بتحبوا اتركها ادفعوا لي. قديش بتدفع؟ 200,000. 200,000 لكل واحد. 250,000 لكل واحد. نحن موافقين. هات مو هلا بس لتظبط غزالي. لا يا بس تظبط غزالي ادفع مليون ليره. انا موافق اكتب لي فيه سند اماني. لا يا مشان حتسيفك على رقابنا. طب شو الضمانه اذا ما في سند اماني؟ ضمانه كلمتي بتكفي وبتزيد. كلمتك بربع ليره مو بمليون. معناتها ما اتفقنا اخي. خلي المنافسه شغاله. مثل ما بدك. انا موافق بس تدفع لي كاش. أنا لو معي 200,000 ليرة كنت هلا أعطيتك ياهم. إيه مو ضروري 200,000 ليرة، 10,000 ورقة بكفوا. 10,000 ليرة موجودين من عيني هي قبل هي. بدي جحش. خرب بيتك شو رخيص؟ رخيص؟ في فوق، على هالمنوال ما حيصفي معي ذهب بنوب. اليوم المسا برجع لك ياهم. تفضل. هاتي. وهاتي الخاتم. ها
هذا هدية من البابا. وإذا هدية من البابا هاتي لا تعرضي خلقي. أوكي أوكي بس ما تعصب. هاتي. زيك هدول بيجوا ب 15,000 مو ب 10,000. هات لشوف. بس إذا طلعوا أقل بتعتبر اتفاقنا ملغي ها؟ ولو شو مصلحتي غشك أنا؟ قال له يا حواجبه يا عيونه، قال له على المغتسل بيبان. اطلع من خلقتي أحسن ما أحطك على المغتسل. العمل رخيص. لك هيك أحسن لك، بيروح من طريقك على حساب عفيف. بوران أنا رايح جيب خبز، بدك شي غيره؟ ارتاح أنت يا روحي، قوم بدي، قوم أنت جيب خبز ولا شوفي. يعني هلا انتو ما بتعرفوا تعيشوا مثل البشر؟ بدي ضل اشتغل فيكم انا؟ اولي اهلا سيدي، خير في شي سيدي احكي لي. شفيق وينه؟ بالشغل. يعني بيطول لحتى يرجع؟ عم تكوس هاي ما بقى الا يصح على الغداء. انا كل شي توقعت يا ابو رمى انه شفيق يطلع حرامي هاي ما توقعت منه. لا ما بصدق. شفيق ايه شفيق طلع قط مخبى بجلده. شاورما جاجة نرد عليك. شاورما جاجة نرد عليك. مرحبا جايبك شاورما جاجة نرد. ابو نجيب اهلين ابو نجيب، شلونك؟ صار لنا زمان ما شفنا هالطلة الحلوة. جايب معي شاورما، من جيت بوقتك بدي اعزمك على الغداء. طيبة بس انا ما باكل مال حرام. بس هدول مو مال حرام. انت بعت ذهب اليوم ولا ما بعت؟ ايه بعت. ومنين جبته؟ جبته بالاصح سرقته. لا يا ابو نجيب هدول مو سرقه. ومن وين جبت الذهب؟ هدول الذهبات اعطاني اياهم عفيف مشان اترك له غزاله. امشي معي لعند عفيف لك. أهلين أبو نجيب. صحيح مثل ما عم يقول شفي ولا عفي؟ شو عم بيقول؟ قال أنت أعطيته الصيغة. أنا؟ هذا أنت؟ يا عيب الشوم عليك، بي عليك من بين الرجال. ليش مو أنت اللي أعطيتني إياها ولا؟ ليش بعطيك إياها؟ شو أنا مخلفك ونسيانك لحتى أعطيك ذهب؟ أنت مو أعطيتني إياهم مشان حتى أترك لك غزالة؟ متشردق فيك وبغزالة لحتى أعطيك ذهب، الحمد لله الله كافيني عندي تنتين نسوان صار مايتهم بتسوى غزالة. لك مو بس حرامي وكذاب كمان؟ هو الكذاب يا أبو نجيب؟ لك أكذب لك كذبة تتصدق ولا تتصدق؟ تحرك قدامي تحرك. والشاورما رح تاكله عندي بضيافتي. شرب شفيق. لك شبه لك عم نمزح. قومي قومي. طول ليك ما بتصدقيني. يعني شو عمل حتى تصدقيني؟ بعدين شو جاب سيرة غزال على بالي؟ لك بدي حط عينك بعيني لشو؟ ما بقدر. لك عم لك حط عينك بعيني. ما بقدر. كنت على الختمة هيك. لك انا بفرجيك اذا ما بمزح فيك الاراضي بفرجي عليك العالم ما بكون انا زعلان. لك شو انا بقصر عليك؟ ما بعرف. ما بتعرف؟ اسالي اسالي شفيق. لك انت لا تكون اجزاء من بعض انا بورجيك. لا تكبري كلام احترمي نفسك ارنبيطه. اصلا انا كنت عرفانه انه في شيء. الله اذا ما عجبك ليك الباب بيطلع جمال. بديع انت موافق على حكي امك بورا؟ شبك ما ترد موافق ولا مو موافق؟ لك شي مره خليك رجال. حاجه راكبتك مثل الحمار وعم تطوطح باجريها. فشره تبص عينها. باب البيت بمرق جمال. ماشي يا بديع يا ابن بورا. ايه ما بكون زعلان اذا ما فرشت عليك العالم. لك روحي ايدك وما تعطيك. اي احد هيك. شو امي ماشي انا؟ لا جحد. السلم رح ندب لك. المرة الجاية رح تكون على ايدي مو على ايد غزالة. لك سيدي الله يعطيك العافية ايدك وما تعطيك. يا ابني لفوق لتحت استاذ عشي مين؟ يا امي لو ما مسكتني غزالة لكن دبحته دبح. فار دمي قمت مسكت القنينة هيك وشلفته على راسه بعد ما غمزها. بدل ما تشلفه على راسه غمزك انت. غمزته قام ضربك عفيف بالقنينة. ما
غزالة ضربتني بالقنينة هيك وقالت لي إذا بشوفها كوم بدي خلوني يمسحوا فيك الأرض. لك أنت رجال أنت؟ لا مو رجال أمي. هيك بتستسلم بسهولة؟ هيك بتتركها لعفيف؟ مو عفيف، عنده واحد ما شاء الله حوله، ما شاء الله حوله، بيحملني أنا وعفيف هيك وبيسقطنا بإذنه. حاجة بقى شو عرفها؟ عرفتنا عليه، قالت لنا خطيبي. ما زعلت؟ يعني بقصد هو ما زعل وقت شافكم معها؟ قالت له مرافقتي. اخي عم تجعني. شو هاي؟ عيني كتير كتير كتير. قد ايه؟ اكتر من هذيك المرة وقت خلصني اسامة الله يرضى عليه تبع الجوارح. عم تجعل؟ اي مو شغلك. قومي افتحي الباب. قومي خير شغلي. خير خير سلامة قلبك. خير الله يسلم قلبك. عملي لي قهوة. ما عنا بن. عملي لي شاي. ما عنا شاي. عملي لي تمارين سويدية بس اطلعي من خلقتي. اطلعي. اي صار اي سلامة قلبك. خير ليش هيك مربط راسك؟ ما في شيء ضربت بالملبن تبع الباب. يا صهري خزات العين طول لك طول الحورة. اي فوت انت وطخي انت وفايت. اي مو اول مرة. اي صهري يعني بدك ما تواخذنا. هاي الحالة تبعنا بدها تطول. انو حالي؟ حالة منال. لانه هاني بعتنا على حلب لعند بيت خالته وديروا المسا راجعي يعني ما حلو يرجع الدار ولا اياه هنيك. معك حق انا بروح بجيبها. لا انت ارتاح انا بجيب لك اياها. العمى ما صدق. صهري ان شاء الله عجبك الاكل تقبرني. يسلم ايديكي. اللهم صل على النبي. مالك قابيه على قامتي ان شاء الله. صهري بدي اسالك سؤال بس خجلانه منك. اسالني. طيب هاي الضرة لأيمتى بدها تضل هون؟ على طول. وشلون على طول؟ ما بصير لك يا صهري. بالأول كان في وضع خاص وسكت أنا، أما هلا منال تعيش مع ضرة ما بصير. والعمل شو بقدر بعمل؟ طلع منال. شو طلع منال؟ شو متجوزك إلك هو؟ ولي جدبة، أنت بترضي تعيشي مع ضرة؟ أحسن من بلا. بجمعة طقت مرارتي. على كل حال الأفضلية لمنال، هي بتنام بالغرفة وسالي بتنام هو بالمطبخ. أنا نام بالمطبخ؟ ليش شو بالمطبخ؟ ما له سقف واربع حيطان يا جدبة. منال اذا بدها تنام بالمطبخ ام هاني بتبطل تدينا من الدكانه. ايه استاذ عفيف شو بدك؟ في وحده برا بدها اياك. وحده فوتي لجوا. غزالي ليش واقفه هون؟ فوتي فوتي. عندك نسوان تنتين مو حلوه بيزعلوا؟ يطرقوا راسهم بالحيط فوتي. لا مو حلوه مظرفه بحقك. طيب ليش جاي؟ تركت خطيبي. عين العقل، اصلا انا من الوقت اللي شفته ما حبيته. ما سالتني ليش؟ صحيح ليش؟ لانه اول ما صرنا سوا مع بعض ما عاد اقدر انساك. تقبليني؟ يلي مثلك ما بيسال. يعني موافقه؟ لا ما في احلى منك. خليني فوتي بالوراق. وراق ايش؟ تعرف شو؟ وراق الزواج مجهزه من الوقت اللي صرت اتردد. كنت مفكره انه بيحبني. أصلاً لو بعرف إنه متجوز ما كنت تجوزته. ما مشكلة اللي صار صار. طلع متجوزني مشان مصاري البابا. لما صار البابا على الحديدة صار يعاملني مثل الخدامة. وأنا تجوزني مشان البيت وبعد ما أخذ البيت أحقت لي. لسه كتيله؟ ما عندي بابا، عندي أبي. شرفي غزالي شرفي. يا بنت اهلي وسهلي نورتي نورتي. غزالي مشان ما اكذب عليكم مرتي الجديده. يلا زياده الخير خير. اصلا اللي شرب البحر ما حيغص بالساقيه. بصراحه انا كنت بدي طلي بس غزالي منعتني. سبحان الذي خلقها ما بتحب الظلم. انا حبيتكم لانه بتحبوا عفيف. وانا كل جمعه بطلع عنكم نهارين بشوف شو لازمكم وشو المطلوب مني بعمل لكم اياه. ما راح اقصر معكم بنو. ليش وين بدك تروح؟ رح نعيش عند غزالي بالفيلا. أنو فيلا؟ الفيلا تبعك اللي ببلودان. يي راحت. أنا ما قلت لك إنه فايز اللي كان خطيبي طلع نصاب. شو يعني؟ شو يعني؟ يعني سفيت على البلاطة؟ مو مشكلة بنستأجر شقة مفروشة من شغلك بالكازينو. قلعوني من الكازينو. هلا بدك تنشفي البحر بوشي؟ لا بس طلع معي تمزق أربطة بركبتي ومشان هيك ما عاد اقدر ارقص مثل الاول. يبلاكي بتمزق برقبتك وليش ما حكيتي هذا الحكي قبل ما نكتب الكتاب؟ اي طلق لي اذا مو عاجبك. ما تحلمي طلقي بعد ما كتبت على حالي مؤخر 10 ملايين. اي تصطفيت. انا رايح نام بالمطبخ وانت يا نتفسي هون.
بدلين. على مالك؟ على وسهلا. شوف بدلين، هالمرة حلقت لك نص ونص، تاني مرة بحلق لك شواربك. أحد بين علي شيء إنه ندمان؟ بيت أهله هيك ضربتها. حطوها بالشارع.